أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة التغيير، أحييكم. أنا ألتقيكم من هنا حتى الساعة 12 من منتصف الليل لنتذاكر في جملة من القضايا والموضوعات في الساعة الأولى. من المؤمل بعد دقائق أن ينضم إلينا الناطق الرسمي لوزارة الصحة العراقية السيد الدكتور سيف البدر للنقاش حول آخر المستجدات والإجراءات التي ستقوم بها خلية الأزمة ووزارة الصحة ومجلس الوزراء بخصوص جائحة كورونا، خصوصا أنتم ونحن نتابع الأخبار خلال هذه الأيام. الأرقام والمعدلات في العراق إذا ما قرنت بدول الجوار فإنها تعتبر هي الأقل بالنسبة إلى السعودية وإلى قطر وتعداد سكانها والكويت والإصابات في مصر أو في الدول العربية الأخرى، نعتبر نحن الأقل. لكن هنا نؤكد أنه الإصابات التي كانت في العراق في أوج الانتشار وفي أوج الخوف وفي أوج يعني انتشار هذا الوباء كانت أقل بكثير من الأرقام الحالية، وهذا فعلا أمر يجب أن يقلق الجميع للمراجعة والاتخاذ قرارات تعيد الأمور إلى توازنها وإلى توازنها وإلى نصابها الحقيقي، لأنه وكما قال أحد المسؤولين أننا كنا في الأيام التي مضت نعد العدة لنحسب أن العراق خالي من مرض كورونا أو قد تمت السيطرة عليه بشكل يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى الأمل. نعم، نحن نعلم وندرك ونقدر في نفس الوقت أنه الآن العالم كله متوقف والعالم يعتمد على حركته الاقتصادية وعلى نشاطه الاقتصادي، ومدخولات الفرد تتأتى من خلال هذا، ولذلك لابد من حركة وإن كانت جزئية حتى تستطيع الناس أن تعيل أنفسها وأن الاقتصاد يتحرك. لا أدري، وهذا ما أناقشه خلال الأيام المقبلة، فيما إذا لو بقي كورونا بهذا الشكل هل يجب أن نتكيف مع كورونا؟ هل العالم يجب أن يلتزم الوقاية وبالتالي عليه أن يتعامل مع كورونا كتحصيل حاصل وأنه خلص هذه هي الحياة؟ لأنه الإنسان معرض أن يمر بهذا، يعني واحد عبر الشارع واندعم وانقصت رجله، كان عنده رجلينات اثنين أصبحت عنده رجل واحدة. القدر يقول والحقيقة تقول أنه يجب أن يتكيف مع الوضع الجديد. فالآن العالم أمام خيارين، أما أن العقل البشري وقبله الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه البشرية في إيجاد لقاح وعلاج لهذه الجائحة، والمفروض أن ينشغل العالم كما هو حاصل الآن بدلا ما أن توزع الاتهامات هنا وهناك، لأننا في مرحلة إسعاف فوري إلى المنظومة البشرية بأجمعها حتى نستطيع أن نجد لقاحا حقيقيا لهذا الوباء. شباب، ما أدري وصل دكتور، خليني أنتقل إلى بغداد وأرحب بالناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور سيف البدر. حياك الله دكتور. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. أنا بداية رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير وسلامة دكتور. يعني أنا آسف، أنا أعرف أنت اليوم عندك مسؤوليات والتزامات، لكنه للضرورة أحكام. أريد أستغل الوقت معك دكتور سيف، ومن البيان الذي صدر اليوم عن السيد حسن محمد التميمي وزير الصحة فيه تحذيرات وفيه إشارات، ماذا باختصار الرسالة أردتم أن تقولوها من خلال بيان السيد الوزير؟ شكرا جزيلا، تحية لك مرة أخرى ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله إن شاء الله نعم يمن الله علينا بالصحة والسلامة والخلاص من هذه الجائحة الخطيرة. كان اليوم مؤتمر صحفي للسيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد تميمي، وحقيقة هو أول
مؤتمر صحفي له، وكان كلام واضح وانتقاد موجه نحو عدم الالتزام الذي لاحظه الجميع. أكيد أنتم كجهات إعلام عندكم مجساتكم، وأيضا جهات الحكومية وغير الحكومية، الكل يشهد ويؤكد على وجود عدم التزام، طبعا ما نقدر نقول شامل، لكن في مناطق غير قليلة في بغداد والمحافظات عدم التزام لا بالحظر الجزئي ولا بالحظر الشامل، وهذا نعم. موضوع خطير. وكلام السيد الوزير اليوم كان كلاما واضحا أن هذا عدم الالتزام هذا قد يؤدي إلى حالة تفشي وبائي وما لا يحمد عقباه لا سمح الله، هذا اللي ما نتمناه. تمام. وأيضا وزارة، أكد السيد الوزير أن وزارة الصحة تتابع كافة المستجدات، وقد تكون لها توصيات من ضمنها إعادة الحظر الشامل أو العزل المناطقي حسب المستجدات. احنا سيد الكريم أنت لاحظت بالأسابيع الماضية وصلنا أيام إلى أقل شيء 15 إصابة وماكو وفيات، أي. مشينا على المنوال حوالي، وعدد الشفاء أعلى من الإصابات زيادة بالضبط. هذا من يصير الشفاء التراكمي أعلى، احنا مع الوقت ينزل التراكمي إلى أن نسيطر تماما. مع شديد الأسف بعض الناس، بعض وسائل الإعلام، بعض حتى الجهات السياسية استنتجوا دون استناد إلى مصدر علمي أننا تعدينا مرحلة الخطر، ما أعرف شلون، رغم أن منظمة الصحة العالمية كل الخبراء من داخل وخارج العراق يؤكدون أن جائحة كورونا لا زالت خطرة، ماكو أي دولة بالعالم تعدتها. احنا نلاحظ أنه بعض الدول صارت انتكاسة، طبعا لازم نخلي هذا قياس مع الفارق، يعني دول مستقرة غنية نظامها الصحي متين ما عندها المشاكل اللي مر بها العراق، عقود من الحروب والحصار والظروف السيئة التي مرت، عندنا محافظات تعرضت لما تعرضت ودمرت البنى التحتية للنظام زين الصحي دكتور بالكامل. وهذا الشيء الكل يشهد به وإلى أسباب الموضوعية. مع ذلك سيد الكريم لحد هذه اللحظة أي. رغم أننا نأسف لكل حالة وفاة ولكل إصابة، الوضع في العراق جيد نسبيا وتحت السيطرة، لكن مو معناته، ما أريد أي إنسان يستنتج من قريب أو من بعيد أنه إحنا عدينا مرحلة إذن الخطر. إذن هنا تتوالد أكثر من سؤال نشوفه. أريد أستفاد من الوقت معك دكتور سيف. في مؤتمر الصحفي أو في البيان نعم. السيد الوزير في كلمة نحذر ويحدد ويشخص نعم. بؤرا ممكن أن تشكل امتدادات وممكن أن تشكل خطرا قادما، هذا الكلام علمي ولا نعم. ينطلق من فراغ، وبالتالي هذا الذي يدفعنا إلى السؤال، أين تكمن هذه البؤر وكيف ستعالج هذه البؤر، وهل لديكم خريطة جغرافية للبؤر وأماكنها، وهل لديكم خطوات للحل؟ سيد الكريم احنا نلاحظ مثلا في بغداد، في جانبي بغداد كرخو الرصافة، تركزت الإصابات في المناطق الشعبية والمناطق اللي هي أصلا مكتظة ومزدحمة طبعا، وهذا اللي صار عليها التركيز في موضوع الرصد الوبائي الفعال، يعني انه احنا نروح نمسح المناطق ونتوقع وجود إصابات مخفية، وهذا اللي بدأت به الوزارة واكتشفنا بالفعل حالات ما كانوا المصابين متنبهين إلى وجودها، ولا زال العمل مستمرا في بغداد والمحافظات. احنا لاحظنا بغداد مثلا بالبداية منطقة زعفرانية كانت مشكلة، نعم، وهذا أخطر شيء، لأن أنا من أكون مريض وأدري بروحي مريض راح أحمي نفسي وأحمي عائلتي وأسرتي. لا مهنانا هاي العبارة خطيرة يا دكتور، أنا ما أعرف يعني هذه نعم. بمعنى أنه هل نحن أمام جيل جديد بمعنى لا تظهر الأعراض؟ في البداية قلتوا لنا إنفلونزا وقحة وسخونة وسهال وما أعرف بعد شنو، الآن أنت تقول لا يدري بنفسه، بمعنى هل أكو فيروس الآن وصل لمرحلة أن تكون مصابا ولا تعرف؟ سيد الكريم احنا من البداية وزارة الصحة بينت وأنا بينت من خلال فضائيتكم أنه في فترة الحضانة، وهنا تكمن خطورة هذا الفيروس الجيل السابع من عائلة فيروسات كورونا، أنه قد يكون الشخص حاملا للمرض ومعديا فترة يومين إلى أسبوعين وهو ما يدري، وهذا أخطر شيء. فماكو شيء جديد من ناحية الأعراض. أيضا الموضوع الآخر سيد الكريم، احنا بينا أنه حوالي 90 إلى 95 أو 97% من المصابين يشفون تماما، بالذات إذا كانوا شباب وصحتهم زينة، يعني من الممكن أكو ناس أصيبوا وشوفوا دون أن يعلموا، تفهمني؟ كل حالات الوفيات والمضاعفات اللي صارت بالعراق
وهذا الشيء جيد نسبيا، هم لفئات الاختطار العالي اللي هم كبار السن، المصابين بأمراض مزمنة كالفشل الكلوي وعجز القلب والاعتلالات المناعية. هذا معناته أنه إحنا إجراءاتنا جيدة نسبيا، أنه إحنا ما صارت عندنا وفيات فقط لمن هم فئات الاختطار العالي. مع ذلك إحنا لازلنا نتابع كل حالة، طبعا مو 100% كلهم إلى فئات الاختطار، صارت عندنا بعض الحالات بسبب تأخر بالتشخيص، لكن مع ذلك إحنا سيدي الكريم لم نتعدى مرحلة الخطر، ونحتاج جدية في متابعة هذا الموضوع، وإن شاء الله بجهود الجميع، وطبعا دوركم أنتم وسائل الإعلام أنتم سلاحنا الفعال بهذا الموضوع، ولذلك أنا يعني وسائل التوعية والتثقيف حول خطورة هذا الفيروس. أريد أيضا أن أسأل، الآن الإجراءات بالحظر، هنالك يقولون أنه فترة العيد سيكون حظر شامل، وهنالك من يقول أنه العشرة أيام الأخيرة الضرورة العلمية والصحية تقتضي أنه يكون هنالك حظرا شاملا، هل أنتم ستفرضون الحظر خلال العشرة الأخيرة من رمضان، أم سيفرض كما سمعنا خلال فترة العيد فقط؟ أولا سيد الكريم، قرار الحظر من غيره هو ليس متعلقا بوزارة الصحة وبوزير الصحة، صحيح أن القضية صحية ورأينا هو الرأي الحاضر والرأي الأهم قد يكون، نعم. طبعا ورأي الجهات الأخرى المستقلة والحكومية وغير حكومية، طبعا منظمة الصحة العالمية، اليوم كان ممثل المنظمة دكتور أدهم في ضيافة وزير الصحة والبيئة، وأيضا تم نقاش علمي حول مستجدات جائحة كورونا. كلام سيد الوزير اليوم كان واضحا أننا قد نوصي أو نتجه نحو فرض حظر التجوال الشامل والعزل المناطقي، طبعا حسب المستجدات. احنا كل يوم فريق من الخبراء، من خبراء وزارة الصحة، من الموظفين عندها، ومن الأساتذة، ومن أساتذة التعليم العالي، وأيضا منظمة الصحة العالمية، كل يومية أكو اجتماع يدرس كافة المستجدات، كل حالة، ونشوف أنماط انتقال هذا المرض. والأمس كان اجتماع للجنة العلمية العليا، وغدا إن شاء الله أيضا هناك متابعة، ووزارة الصحة ستكون توصياتها واضحة بناء على القرار الفني المهني العلمي البحث وليس شيئا آخر، ويرفع إلى الجهات العليا المختصة، للجنة العليا اللي سيد الوزير عضو فيها، وإن شاء الله ستكون القرارات التي تضمن حماية المجتمع العراقي. لكن أهم من القرار هو تنفيذ القرار، واحنا شفنا من كان اكو حظر شامل ما كان الالتزام ب 100%، فالبعض يقول ها لا فرضوا الحظر الشامل، ما هو من كان الحظر الشامل هل التزم، هل صار التزام به شامل مثل ما هو؟ لا، يعني احنا لاحظنا كثير من المناطق كانما الحياه فيها طبيعيه، وهذا الشيء الذي ناسف له. زين دكتور، على مستوى القضيه العلميه الان انتم تراقبون وتقرؤون تقارير وتدرسون الحاله ولديكم نماذج وتشخيصات، مستوى التطور الآن لهذا الفيروس أين وصل، وما هي مدى الإمكانيات للوصول إلى حل حقيقي؟ طبعا الدراسات ليل نهار مستمرة على هذا الفيروس من أول اكتشافه في ووهان الصينية ولحد الآن، ما زال العمل مستمرا، ويعني هناك بعض الأخبار الجيدة، هناك بعض البروتوكولات العلاجية التي نجحت إلى حد ما، وهناك بعض الأخبار عن وجود علاج فعال هنا وهناك. طبعا بالنسبة لنا كعراق، البروتوكول العلاج الذي طبق بالعراق من أفضل البروتوكولات، ودول متقدمة وراء شهر أو أكثر يلا اعتمدوا نفس البروتوكول العراقي اللي حدثنا عليه. الموضوع الآخر جيد في العراق هو موضوع بلازما النقاهة، بدأ في البصرة والنتائج طيبة، وطبق في بغداد، والفكرة باختصار أنه الأشخاص الذين أصيبوا بهذا الفيروس وشوفوا ناخذ دمهم ونفصله وناخذ العوامل المناعية ونجربها على الأشخاص، نطبق على الأشخاص المصابين، وبينت إصابة نتائج جيدة جدا وطيبة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون علاج يسجل للعراق ولعلماء العراق. وهي دعوة لكل شخص يسمعني من مر بهذه التجربة المريرة، تجربة الإصابة بفيروس كورونا، أن يتوجه إلى أقرب مؤسسة ليتبرع بدمه لكي يشفي إخوانه العراقيين من المصابين الآخرين. نعم دكتور، أنا أشكرك لأن أنا أعرف أنت عندك التزام آخر وقلق حتى تحقق التزامك. الدكتور سيف البدر الناطق الرسمي لوزارة الصحة العراقية، تقبل تحياتي دكتور. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، من سياقات هذا الحديث مع الدكتور سيف، حتى الشباب
يجهزون بعضا من الاتصالات مع الأخوة المواطنين. يقول وكان واضحا في الكلام أن الجهات السياسية اعتقدت جازمة أنه بعد الوصول لإصابات 10-15 إصابة هي أنه العراق تعدى مرحلة الخطر، وبالتالي لجأت إلى قرار حظر التجوال الجزئي. ونحن هنا نقول يابا الاختصاصات يجب أن يحترم، يعني قضايا الدين خلوها لرجال الدين، وقضايا الصحة خلوها لرجال العلم والصحة، وقضايا السياسة خلوها لرجال السياسة. نعم، وإن كانت السياسة هي التي تقود المشهد بأكمله، وبالتالي الدولة تخاف على الوضع الاقتصادي وعلى وضع الناس، لكن حتى عندما تريد أن تقرر عليها أن تسأل أصحاب الاختصاص، يا وزارة الصحة، يا علماء، يا أطباء، يا خلية الأزمة في وزارة الصحة، نحن نريد أن نقرر هكذا، شو تقولون؟ القالوا إيه فأنتم تقررون، والقالوا لا فأنتم لا تقررون، لأنه عندما تقررون هنالك أسباب، وعندما لا تقررون هنالك أسباب ومسببات. مو كل شيء تعتقد أنت يجب أن تكون أنت وغيرك فلا. هذا جزء الآن في هذه الحكومة، في حكومة السيد الكاظمي، نتمناه أن لا يكون. وعندما يكون هنالك مستشارون، هؤلاء يجب أن يكونوا من ضمن الاختصاص ومشهود لهم بالخبرة والإمكانية والكفاءة. شباب، نعم، من الأنبار خليل إبراهيم، حياك الله يا خليل. رمضان كريم دكتور. علينا وعليك يا خليل، حياك الله. دكتور، أنا المعوق اللي خابرتك على مود الهجرة مال المليون ونص. نعم. مو قال لك سمعته؟ قال لك خلال شهر راح نطلقها. دكتور، أنا بالنسبة لي معاق وقاعد أرقسما بالله العظيم يا دكتور، يعني أموري تعبانة حيل بشكل مو شو ما كان. والله يا أخوي إحنا اللي والله علينا والله يعني حكينا مع الرجل يا تصدق علي يا دكتور، قسما بالله أني اللي علي حكيت وياه وأتعاطف مع قضيتك، والرجال انطانا موعد وخلال الأسبوع المقبل أيضا راح نأكد عليه. أنا لو يم الأمور والله ما خليك بهذا الحال، لكن أنا وظيفتي أن أجيب لك المسؤول، وجبت لك إياه يا خليل، ونتأمل خلال الأيام اللي جاية أيضا نرجع الأخ جاسم العطية. وذكروني يا شباب على الأسبوع الجاي نخلي جاسم العطية يحكي لنا هذا الموضوع. والله يا دكتور قسما بالله العظيم أموري تعبانة، والله والله العظيم والله يا أخوي الله يعينك. قسما بالله يا دكتور أموري تعبانة، والله العظيم أموري تعبانة. الله يكون بعونك. والله العظيم أموري تعبانة، معاك والله معاك. والشباب إذا تحصلون لنا جاسم العطية الآن، إذا تحصلون لنا جاسم العطية أو جعفر البطاط حصلوا لي، خليني أسولف وياه. شكرا يا خليل. يعني يا أخي والله زحمة، يعني والله والله زحمة، والله زحمة. اعطيني اتصال آخر. مروة من بغداد. نعم يا مروة، دقوني على جاسم العطية يا شباب. أهلا يا مروة. نعم، أنا مروة، مروة محمد. نعم. أنا صار لي 13 سنة فصلتي وكنت عايشة ويا والدتي. فصلتي من شنو؟ والدتي مريضة مرض سرطان، كانت معلمة، سويت لها التقاعد، توفت أمي. إلى رحمة. أبويا طبعا عايش بوحدة ويا مرت أبويا يعني متزوج وعنده ولد من عندها ومأجر وقاعد واحدة يعني يم أمي. أمي توفت، رجعت يم أبويا. طبعا تعرف أنت المرت أب ويا البتاية يعني بتراجلها الموضوع كلها ناس، يعني الناس تعرف بيها. واضح. وأبويا همينا وياها، مشيت بأمور التقاعد مال والدتي. قالوا لي ما يحق لك، أنت أبوك عايش ما يصير تاخذين تقاعد. قلت لهم وأني مطلقة وأني ما عندي، وأبويا هم قاعد إيجار وهمنا عنده زوجة، وأصلا حتى ما ينطيني، يعني أنا طالبة بعدني يعني أدرس بالكلية.
قالوا لي ما يحق لك لعد روحي ارفعي قضيه على ابوك، وهو اللي بلكي يعني يقبل القاضي. قلت له مو ابوك ياخذ تقاعد يا مروه؟ نعم. ابوك موظف ياخذ تقاعد؟ اي ابويا موظف عنده تقاعد. عنده تقاعد اي. بس ابد يعني والله العظيم اني ما احلف، بس ربع دينار اني ما ينطيني. انت طالبة كلية يا مروة؟ يا دكتور تاكلين تشربين يمنها هي كلش كافي. طالبة كلية يا مروة؟ قلت لهم والدي ما ينطيني. انت طالبة جامعية يا مروة؟ اي طالبة جامعية اني. انت اي مرحلة ان شاء الله؟ اني ماجستير. عافية عليك. مرحلة ثانية. والله عافية عليك، انت نموذج. مروة عيني اكتبي لي هاي قلت بلكي يا ربي انه التفاصيل أنا هاي برسالة على الأقل ادرس واتعلم. رجع على الشباب زين هسه اموري اني كلها رجع على الشباب صار لي 13 سنة. رجع على الشباب بالكنترول، ادزي لي رسالة على الواتساب على رقم تليفوني واحاول احصل احمد الساعد. نعم. اليوم لاسأله وارجع لك خبر، بس اكتبي لي هاي التفاصيل برسالة على الواتساب يا مروة. كتبي لي على الواتساب وابعثي لي اياه وخل نسال مدير التقاعد شنو الحل لهاي القضيه. نعم يا شباب. نعم يا ابو محمد. من وين ابو محمد؟ من بابل. اهلا يا ابو محمد. بلا زحمه عليك. لا ممكن. تفضل يا ابو محمد وياك اسمعك. انت عجب. بلا زحمه اريد اسال استاذ نجم على مود بلكي ناجدنا مصرف الرافدين هذا اللي بارش بالمتقاعدين بهالسلف هاي اللي دمرنا دمار. أي. يعني تورطنا اخذنا سلف 270 الف دينار على 10 ملايين يقصوها بالشهر. زين يصير 16 وربع يعني 6 6 يا ستة ابو محمد يعني 6 ملايين وربع هاي فائدتها. ابو محمد زين من ينزل مبلغ ابو محمد تسمعني ينزل الفائده وياها. ابو محمد تسمعني هسه انا بغض النظر اتفق لو اختلف. انتم من اجيتوا اخذتوا سلف يا ابو محمد. ابو محمد 270 الباقي من تروح هذه؟ اسمعني اسمعني ابو محمد. ابو محمد اي وياك ابو محمد هسه انا اتفق اختلف على هذا الموضوع هاي مو قضيتي، لكن العقد شريعه المتعاقدين. انتم من اجيتوا اخذتوا سلف، القانون كان واضح والفوائد كانت باثر تراكمي، ليش اخذتوا سلف لعد؟ قالوا 9%. ماكو قالوا. قالوا 9%. محمد ماكو قالوا. اكو لا اكو عقد واكو توقيع واكو التزام. باكر الدولة من تجي تقاضي ما تقول قالوا. هسه مو 9% 12% يا جاي الصوت. اي هو هذا معروفة. 12% معروفة. يعني كذا هي هسه مدري. اي معروفة وهم هذا قانون نظامهم. هم ما يجبرون احد. قانونهم 9% اللي يريد ياخذ ياخذ. 9% واللي ما يريد قطعه 9% هسه هم جايين ينطون 12% يقصون، يعني لما يقص على غير 241 صارت 9% تصير 14.5. اي انا هذا الموضوع ناقشناه ويا مديره مصرف الرافدين وكانت ايضا شكاوى قبلك وفسرتها المراه، قالت احنا هذا قانوننا واللي يجي نفهمه بالقانون. فاخوان يعني مرات الواحد يتضايق يروح ياخذ سلفه، اكو قوانين بالبنوك وبالمصارف، هسه تكون قوانين جائره تتفق وياها تختلف وياها، لكن اكو نظام، عجبك تاخذ، ما يعجبك لا تاخذ. منو اتصال؟ زينب من بابل. زينب. اي فلذلك اخوان الى اهلنا البسطاء اللي مثل مره تروحون للمصارف ما يعرفون بالقوانين، خلي نسخه من التعليمات اللي موجوده ويجي الى شخص او ياتي الى شخص يمكن يعرف بهاي القوانين يفهمه حتى لا يروح وبعدين يقع في المطب. قالوا 9% وبعدين صارت 12%. المواطن حقه. المواطن محتاج. احنا نريد والدولة تريد والوضع يريد، لكن ما عندنا حلال للمشاكل يشفي القلب. ناس محتاجة، هذا اللي يرمم بيته وهذا اللي يبني له غرفة وهذا اللي يشتري له قطعة، وهسه ميرات يشتري قطعة يشتري له 50-60 متر، لو يستأخذ له سيارة ويا شغلة، لو ياخذ العدة شغلة ثانية. الناس كلش محتاجة الآن. احنا في ظرف
صعب جدا. كنا نتأمل أنه الدولة تكون لديها إمكانيات وإمكانيات مالية من الوفرة المالية، ويمكن بالجزء الثاني مشاهدي الكرام مع السيد حسن جمعة راح أناقش قضايا قد تتوقفون عندها كثيرا، لأن أنا هذا شغلي، أنا أبحث في الهدر للمال العام، لأن هذا المال العام اللي انهدر كان عيشنا ملوك بالعالم. من عندك يا عمر؟ من الناصرية أم علي. ألو، السلام عليكم دكتور. حياك الله أم علي. بعد عمري دكتور، الله يكون بعونك على هالبرنامج هذا اللي يفيد الناس. نعم يا أم علي. الله يستر عليك دكتور. فدوى، احنا اريد احكي لك عن المدارس الاهلية ولدنا، يعني ما مداومين دكتور، يعني وهسه من وصلت الشغلة يردون ينطوهم هوياتهم هاي الصفوف المنتهية، يعني الا تعال انطينا مليون مليون ما مداومين احنا والله العظيم. بس يا مراحل يا مراحل. الو يا مراحل. صار المراحل المنتهية ثالث متوسطة وسادس اعدادي. هاي خط أهلية. ألو، هاي الأهلية يا معلي. إيه الأهلية دكتور. أنا البارحة جيت في هذا الموضوع يا معلي، واليوم أكو نقطتين في هذا الموضوع. خليك شوية يا معلي. إيه دكتور. سيد معالي وزير التعليم العالي، البارحة أنا حكيت لي حضرتك وقلت لك دشتكي من مكتب الإعلامي الذي كان به الوزير، واليوم الشباب أيضا دقوا على المكتب الإعلامي مالتك ما حد يجاوب. فاللي أرجوه منك يا دكتور نبيل، وأنت رجل محترم وأنا أعرفك وتقدر المسؤولية والله يساعدك مشغول، لكن يا دكتور هيئ لنا مكتب إعلامي يستقبلوا الاتصالات. هاي الناس دا تقول لك المدارس الأهلية الآن ما الناس ما مداومة وما تقدر تدفع ومتشلبين لهم، انطونا بقية الأقساط. فيترجون من حضرتك الآن قرار بهذا الموضوع. اي دكتور فدوى عينك، يعني شلون يلزمونا من ايدنا توزعنا؟ صار يا ما ينطيك الهويه. صار ما ينطيك الهويه الا تدفع المليون. صار يا ام علي. صار إيه؟ يا ام علي تسلمين. ايضا اكو قضيه بالتربيه، من شانت المعالي الله يسترها صيحنا وهوسنا وحكينا ويطلع بالاعلام يقول لك المعالي تقول لا اظهر بالاعلام. هسه المعالي راحت بطريقه، وكنا نريد ان نحكي مع المعالي في قضيه الطلاب والصفوف المنتهية. الآن القرار اللي موجود بالتربية المام امتحن نص السنة ما يدخل بكالوريا مثل الآخرين، وانتو تعرفون انه كانت هنالك ثورة وأبنائنا كانوا في الثورة، واحنا كنا نقول لهم طلعوا للثورة لأن عيب أبنائنا يبقون. المدرسة مو أعز من الوطن، لا الوطن أعز من كلش، واحكيها على الهواء وأمام الجميع، وما قدروا يداومون وما قدروا يمتحنون. الآن يراد يا السيد الوزير الجديد أن هنالك أيضا التفاتة للذين كانوا في التظاهرات ومع أهلهم ومع أمهاتهم ومع أخوانهم أن يدخلون، لأن أنتم اليوم حكومة جابتكم الثورة، الثورة أسقطت حكومة فاسدة وأرادت حكومة جديدة، فمن باب الوفاء والعرفان للدماء وللمواقف يجب أن يكون لهؤلاء أولوية. ما أريد رد مثل المعالي القديمة، لا تجاوب ولا ترد وشوف ربك شي يسوي، شوف ربك شي يسوي، هنش كم يوم أو يخلصن. بس الذين يكتبون مواقفا يمكن في يوم واحد، والذين لا يستطيعون كله يظلون عمر بالسلطة، عمر بالسلطة. هوسنا وصيحنا وسولفنا وقلنا أخابر السيد أبو المنافذ الحدودية لأستفهم منه عن شيء ما يرد علي، يرد على المكتب الإعلامي يقول لهم أنا ما أطلع بالإعلام. ليش ما تطلع بالإعلام؟ شو يسوي لك الإعلام؟ الإعلام يهدي إليك بناطق رخوة يقال بها، وإذا ما تريد تطلع بالإعلام وما تريد تصرح للإعلام يا أخي هذه جريمة، هذه كارثة. السكوت على الخطأ مشاركة بالخطأ، ما تدز لي SMS
من خلال شخص آخر أنه أنت ما تقدر وما يقول النائب الفلاني كذب. يا أخي اطلع أنت قول النائب الفلاني كذاب والمنافذ الحدودية مضبوطة 100%، واللي يقول أكو بوك بالمنافذ الحدودية يقابلني بالتلفزيون. الدولة يرادلها زلم بهذا المستوى الزلمة ويقدر يواجه ويدافع عن مؤسسته أهلا به. أما الزلمة اللي طب يفتحوا له الباب ويشدوا له الباب وما يوصل للهواء، خلي يقعد يمرته، يقعد يمرته أحسن له. الدولة تحتاج إلى رجال وتحتاج إلى قادة، من يشعر أنه أهلا لها فكل الأبواب مفتوحة له. أما اللي يخاف يواجه الحقيقة ويقف من أجل الحقيقة، لا هذا ما أريده. المرحلة الجديدة لا تحتمل، المرحلة الجديدة يجب أن تكون للرجال. أما اللي جايبك محاصصة وحاطك هنا لا يشيلك، وإذا ما يشيلك إحنا نشيلك. فانتبهوا إلى أنفسكم، نحتاج إلى رجال يقدمون للوطن ما يرضي الوطن. وشفتوا اللي ما رضوا الوطن صار بيهم، حتى سفر يمنعون. السيد قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، الله بالخير سيدنا الجليل. مساكم الله بالخير، تحية لكم ومشاركة الكرام. تحياتي وتقديري لك سيادة الفريق، لكن أنا يمكن أرد عاتبك عتب محب أنه أنا اتصلت بحضرتك. نعم، وبخصوص هاي القرية اللي بيها اللي صار بيها هذا التلوث، وهاي يمكن أكثر من 70 معمل واشتكولي قالوا، وقلت لهم أنا سيد القائد راح يجي رغم مشغولياته وقائد الفرقة، قالوا لحد الآن ما مر لنا السيد القائد. لا والله، ولا والله العظيم كلام غير دقيق، مرينا لهم نفس اليوم راح قائد الفرقة والآخر أمر اللواء وقدموا تقرير ورفع إلى عمليات بغداد، وعمليات بغداد قالوا دول إلا نعزلوا والبلد بحالة حصار وبحالة اقتصاد. المشكلة مو يمنا، مو قلت لك القيادات الشرطة الاتحادية كل الفرق الاثنين اللي موجودة بغداد أوامرهم من قيادة عمليات بغداد، فقالوا إذا نعزل 70 معمل وحالة حصار وحالة يعني تصير فوضى في داخل البلد، وراح طلع لهم قائد الفرقة وموثقة ومصورة وبيها تقرير كامل. ولكن أخي هاي المعامل إذا تعزل راح تقطع أرزاق الناس كلها 70. مع العلم هم عندهم موافقات البيئة بس ما عندهم موافقات عمليات بغداد. هاي المشكلة إنه هم يخلي يكملون إجراءاتهم، إجراءات العمل للمواطنين اللي يعرف إنه هاي المعامل هي منطقة صناعية أصلاً. زين هي منطقة تشوف النداف وتعرف توابعها. زين الآن هو من المتجاوز؟ المواطن المتجاوز لو المعامل متجاوزة؟ إذا كانت هاي منطقة صناعية شلون قعدت بها العوائل؟ هم يقولون أرض زراعية، شلون مدى أفهم القضية؟ أنت تعرف الامتداد، امتداد العوائل الآن والمناطق باتجاه المناطق الزراعية وحتى الصناعية وحتى المملوكة للدولة. الآن أنت الانتشار العشوائي للمناطق حق الناس بدون سكن فقامت تتجه إلى المناطق الزراعية والمناطق الصناعية وصار هذا الموضوع. نعم. واللي هي معامل موجودة بمليارات الدولارات ومعامل كبيرة ومعامل مجازة من التنمية الصناعية. زين مجازة من التنمية الصناعية يا سيادة القائد، هسه أنا ما أرد أحملك المسؤولية. نعم. الآن هاي دا تسوي تلوث الزعفرانية وجرف النداف ومعرف المناطق الأخرى، هاي الآن دا تسوي تلوث في وسط بغداد، المعامل ليست صديقة للبيئة. صحيح. فكيف يتم الموافقة صحيح. عليها؟ يعني احنا صحيح هاي موافقاتهم قديمة، منشأة قديمة، انت تعرف جرف النداف جنابك من تأسس. نعم. ما كانت اكو اي قرية ولا بيت بجرف النداف. نعم. مو صحيح كانت على الطريق الخارجي واسست وبعدين توسعت مدينة بغداد. نعم. باتجاههم كان المفروض ان تفتح مناطق صناعية جديدة وابعد مثل ما ابعدت المعامل من شيخ عمر في وقته. تمام. وزحفت باتجاه جرف النداف، كان المفروض ان الدولة ان تفكر بمناطق صناعية بعيدة والغاء اجازات دول من قبل التنميه ونقلها الى مناطق زراعيه جديده. ولكن صدقني اول ما جنابك اتصلت زيت لجنه والتقرير موجود. يعني انا اتمنى الاخوان في جرف النداف الان السيد القائد. نعم. يقول لك راح السيد القائد الفرقه وامر اللواء وقدموا تقرير، والان الامر في قياده. نعم. عمليات بغداد اللي ارجو. نعم. من حضراتكم يا اخوان انه تكون هنالك دقه في نقل المعلومه. الآن الرجل. نعم. بكل شجاعة أدلى قال هذا التقرير وأنا سوف أتابع مع قيادة عمليات بغداد. سيادة القائد قبل قليل. وإذا أكو. نعم. وإذا أكو مواطن أستاذ نجم من خلال قراءتكم الموقرة، إذا أكو مواطن عنده اعتراض على هذا يدز رقمه على جنابه
وانا ادز لقائد الفرقه البيت. ربي يسلمك ويسلم قائد الفرقه. يتاكد ويطلع وياخذ كل الاوليات اللي عنده. ربي يسلمك ويحفظكم. لكن ايضا قبل احنا نعم. اهمنا الاول والاخير هو خدمه مواطننا وحفظ الامن والنظام في بغداد وفي كل المحافظات. ولذلك الشرطه الاتحاديه مؤسسه مهنيه لكل العراق، لا نقبل بالظلم اطلاقا. وتوجيهات السيد وزير الداخليه نعم. وتوجيهات رئيس الوزراء انه احنا هاي الملابس اللي تشوفها هي ملابس في الاف الشهداء والجرحى، يعني البدله اللي لابسها مؤسسه الشرطه الاتحاديه مقابلها الاف الشهداء والجرحى. فسنحافظ ان شاء الله على الدماء بكل نظافه ونخدم بلدنا في كل نظافه واجاوب على اسئله اي مواطن وتليفوني مفتوح لالاف المكالمات يوميا. هو واثق الخطوه يمشي ملكا. يمكن انت سمعت قبل ما نعم. ادخل معاك في حوار كنت اصيح نعم. واصرخ على مسؤولين انه يا اخوان ذولا شعبكم واكو ناس محتاجتكم ان تردون على تساؤلاته. يعني انا الان لو ما اتصل بسيادتك باقي عندي فكرة إنه أنت ما رايح. الآن حضرتك جاوبت وملايين الناس شافتك، ما خسرنا شيء. نعم. ولذلك سيادة القائد نعم. اليوم قبل قليل أنا كنت أتحدث مع الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، الآن يشتكون إنه حظر التجوال حتى في الساعات التي ليس فيها حظر هنالك حرية حركة. كيف تعالجون هذا؟ كيف تناقشون هذا؟ والإصابات بدأت ترتفع عندنا يا سيادة القائد. استاذنا العزيز انت تعرف هاي الحرب، يعني هذه الجرثومه هي تعامل عسكريا وليس صحيا. هاي الجرثومه انتشارها ليس صحي، الصحي تجي وراء الاصابه. اما الاجراءاتنا هي المفروض الاجراءات اللي قبل الاصابه، هو حظر التجوال وتقييد الحركه. وتعرف انت مواطننا يعني حقهم، يعني من نتيجه الضعف اللي موجود في الفقراء وكذا، يعني اضطروا ان يتجاوزون يطلعون الى محلاتهم. ولكن لازم احنا نتخذ اجراء، لا سامح الله اذا حدثت اصابات اكثر من ما هو متوقع. انا اقول لك بصراحه انه امكانياتنا الطبيه والصحيه غير قادره على معالجه اكثر من العدد المطلوب، وهذا موثق فيه. يعني احنا ناس ما عندنا بنيه تحتيه في البلد بحيث صحيه، بحيث اذا لا سامح الله صارت الاصابات يوميه بالالاف ان ننقذ حياه الاخر. وعلي احنا نضغط على اخواننا ومواطنينا والاخوه الكرام انه خلي يقللون حركته والحفظ التجوال من اجل سلامتهم وسلامه العراقيين. وانت تعرف جنابك دول صحيه، دول عظمى لديها بنى صحيه الاف مئات السنين وانهارت في يوم واحد. هذا كل الضغط صار على اخوانك وخاصه في الشرطه الاتحاديه، تشوفهم متواجدين ليل نهار. هذا المنتسب اللي هو انسان امين بشر صايم وجاي يتحمل هالضغوطات هاي ويتحمل المشاكل الكثيره يوميا وحتى التجاوزات للاسف من بعض الاخوه المواطنين. ولكن نتحملها، نقول احنا لباسنا لباس الوطني ولباس الشرعي ولباس القانوني ان نتحمل ونخدم الناس. ولكن انا اجيب نعم. من خلال قناتكم ان الاخوان ان شاء الله تنحصر الامور وسنحتفل العراقيين سويه قريبا ان شاء الله اذا التزمنا بحظر التجوال حتى نحد من انتشار هذا المرض في القاهره وخاصه في المناطق الشعبيه. والله سياده القائد ما عليكم زود، انتم سيف المجرب، احنا نعرفكم. الله يسلمك. الله يسلمك. قدمتم كثيرا من 2003 لحد الان لما وصل الحال. ابو الفرن راد لحمايه وابو السديل راد لحمايه والبوري مالت المي راد لحمايه اديتوا ادواركم، هذا سيحفظها لكم اهلكم باحرف من نور. شكرا استاذ نجم، وصدقني ترى هو هذا احنا واجبنا الاخلاقي وواجبنا الوطني و حتى هو احنا وصفنا الوظيفي كشرطه، الشرطه في خدمه الشعب. وهذا ملزمين ان نطبق هذه المقوله بكل امانه بصراحه. ولكن انت تعرف الظروف والضغط والتواجد للشرطه الاتحاديه وانتشارها الواسع في كل العراق من البصره الى الطنكبري. يعني ولكن انا مستعد اجاوب اي مواطن لديه شكوى على اخواني في الشرطه الاتحاديه قيادات. بقى بس سؤال اخير سياده القائد. بقى نعم. في سؤال اخير، القسم من المنتسبين اللي تمت إعادتهم مجددا إلى الشرطة الاتحادية وبقية صنوف الجيش، فيما يخص الشرطة الاتحادية نعم. أنا تجيني بعض الاتصالات أنه نعم. هؤلاء لحد الآن لم يتم صرف رواتبهم، ليش تأخرت رواتبهم سيادة القائد؟ لا 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 لا, لا. ماكو واحد ما صرف راتب إطلاقا، باستثناء من لديه مشاكل قانونية. يعني مثلا هو عنده جريمة مثلا بالمدني والحكم عليها الآن، لازم يصير له إعادة تعيين جديد. نعم. لأن تعرف هذا انشمل إذا راح للمحكمة إذا أكثر من 6 أشهر يشمل بالإخراج.
الإخراج لازم إعادة مرتزقية تعين الدولة مرة ثانية. إعادة خدمة. وقت وعددهم ما يتجاوزوا الخمس مرتزقين فقط. ولدينا إجراءات كاملة، الإجراءات القانونية كملت والإجراءات الإدارية إن شاء الله، وهذا بالمناسبة يأخذ راتب تراجعي. إذا صدر له أمر مباشرة راح يأخذ راتب من تاريخ صدور الحكم. الفريق أما الرقم. منتسبين نعم. اللي هم بالآلاف اللي رجعوا بالعودة نعم. الجميع أمنت رواتبهم وأمنت الدولة بالكامل. إذن الأخوة اللي اتصلوا بيها بخصوص هذا الموضوع الآن وعلى لسان السيد القائد، أنتم لديكم مشاكل قانونية، واللي أتمناه من الأخوة المتصلين حتى نكون لسان حالكم، المعلومة يجب أن تكون دقيقة، لأنه هنالك نحن وأنتم والدولة سوف ننحكم بقانون. الفريق الركن قائد الشرطة الاتحادية السيد جعفر البطاط، تحياتي وتقديري وامتناني سيادة القائد. شكرا لك أخي العزيز والمشاهدين ولكادر القناة المحترمين، شكرا جزيلا. ربي يحفظك وممنون منك. أيضا أرجع مرة أخرى ليعاود الاتصال والأخوة في جرف النداف، يعني الآن كان المفروض أن تقولون أنه السيد القائد موجود، وهذه القضية أيضا أنا سوف أناقشها، لأنه 70 معمل، إذا كل معمل ب20 فهي أيضا 1400، هي وجهة نظر لا تخلو من الصحة، ولكن مع هذا هنالك عوائل، هذه العوائل إذا كل بيت ب5 و6 و7 فهذه بحدود 200,000 نسمة. إذن يعني لون شيء للعوائل لون شيء للمعامل. أما تقدم الدولة دليلا على أن وجود هذه المعامل في هذه المنطقة قانوني، بمعنى أنه هذه أرض صناعية، وبما أن وجودها قانوني فأيضا يجب أن تلزم بأنه معامل الطابوق يجب أن تكون صديقة إلى البيئة. وكلمة صديقة، من عندكم اتصال يا شباب كنترول؟ وصديقة للبيئة بمعنى تمنع التلوث، أنت طب للزعفرانية وشوف، وطب الجرف النداف وشوف، وشوف المناطق المحيطة بيها. لا أريد نضر المعامل ولا أريد نضر المواطن، لكن يجب أن تطبق القوانين كما هي على الأرض. من عندكم؟ زهراء من بابل. ألو، السلام عليكم. حيا الله زهراء، شلونك دكتور؟ حياك الله، مرحبا. أنا عندي أخت زوجي مكفوفة متزوجة وعندها 4 أطفال، أي وعقد زواج مصدق من المحكمة بس قطعوا راتبها. ليش قطعوا راتبها؟ يعني جت لجنة بشهر السابع، زوجها شهيد، شلون قطعوا راتبها؟ قال لأن الزوجة لأن الزوجة قطعوا راتبها. هي زوجها شهيد؟ ها دكتور؟ هي زوجها شهيد؟ لا مو شهيد، يعني كاسب. مات؟ لا كاسب، عمال يشتغل، عمال يوم يطلع وعسلة. زين هي شهيد؟ منين لها راتب؟ راتب مال شنو؟ هي رعاية اجتماعية دكتور. اي يعني مرة احنا للرعاية مال الحلة، بعد بقينا من الشهر السابع لحد الان نراجع، لحد الان ما سوينا حل. يعني بقت الشغلة الجسمة للمقامية مال الحلة وبالاسكان، وقال يومية باشر يومية باشر. زهراء عيني دك تبيلي رسالة حتى جمع مالت بابل، انا هيك اسوي بابل اجمعهن والكوت اجمعهن، اكتبي لي رساله على تليفوني على الواتساب وتفاصيل. دزيت والله يا دكتور، اكثر من رساله دزيت. ما يخالف ناخذهن بالسره، بس مو انا ما اقدر اخذ ضيف على رساله، اجمع لي 10 دكتور. بس بك تعطينا رقمك تواصل وياك. يم الشباب، يم الشباب بالكنترول. ها هي رقمك ينزل رقمك بالشباب. اي هسه راح ينزل على الشاشه، هذا ابو ال5 وحدات، هذا شوفي اول واحد الواتساب بي هو هذا، دزي لي رساله. زين عندنا من اهلا وسهلا ابو شعلان. هلا وسهلا، حيا الله، تفضل اخوي. يا هلا بيك، تفضل. هلا مرحبا، شلونك يا حيا الله؟ كيفك؟ اهلا وسهلا. يا ما هو الايام طلع عندك وزير الزراعه، ايش بيه؟ طلع عندك وزير الزراعه وقام يسولف. اي وقام يسولف، والله الزراعه ويمين ويسار استحقاق الشعير ليس ما انطوهم الفلاحين اللي عملوا وسلموا. اي ابعث لي رساله لو باكر لو بعد باكر السيد حميد النايف، يعني الناطق الرسمي باسم الوزاره، راح اجيبه بالاستوديو وراح اسولف. فالاخوان خلال هاليومين المتعلقات بقضايا الزراعه ابعثوا لي رسائل، يعني بكره بعد بكره ان شاء الله بالكثير
أيضا أنا عندي من الديوانية وعندي من بابل والآن عندي من الموصل راح يكون ضيفي. حيا الله أبو شعلان. منين؟ أيضا من الموصل عطية. إيش قد عندنا وقت يا عمر؟ عطية حيا الله عطية. الله محييك الله يبجيك. يا هلا يا هلا بعطية تفضل أمر. أخوي احنا 11 موظف من مشروع حفر أبار المائية نينوى. 11 موظف وين؟ مجاري نينوى حبيب الغالي تسمعني؟ اي اسمعك يا دزيت لك رسالة على الواتساب البارحة واليوم دزيت لك رسالة. شنو الموضوع؟ يا عطية كركوك ومنها صالح. اهلا وسهلا يا صالح. السلام عليكم. شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟ يا اهلا وسهلا بصالح حياك. رمضان كريم علينا وعليك. دكتور اني والي الشهيد. اي ابني استشهد ب 5/12/2017 ولحد الان لم يتم لي صرف نفقات من الدفن والتكفين، وراجعت عدة مرات اللجنة في مطار المثنى على وعد مباشر في الشهر 11 أيام. وين ابنك؟ ابنك وين كان يشتغل؟ المرحوم وين كان يشتغل؟ كان عسكري في وزارة الدفاع في 14. عسكري محمود. راجعت الفرقة؟ راجعت الفرقة، والفرقة قالت الشغلة يم مطار المثنى باللجنة ورحت باللجنة البغداد. شنو علاقة مطار المثنى؟ شنو علاقة مطار المثنى؟ اللجنة ما توزع المنح في مطار المثنى. دائرتك كملت معاملتك؟ فرقة 14 فرقة 14 وين مقرها؟ واستلمت حقوق تقاعد وين مقر؟ وين 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 مقرها؟ يا شباب يا ولد محمود عمر دقوا لي على يحيى رسول. خليك يا دقوا لي على شو اسمه الشهيد؟ علي صالح. علي خليك وياي، خليني اشوف مدام السيد العميد رجع على اقل تقدير هذا صواحبنا ومن اهل الله ويرد على التليفونات في وزارة الدفاع. احنا الان يا ولد دقولي على السيد العميد. خليك ويانا يا علي. عواد من البصرة. نعم عواد من البصرة. نعم تفضل يا اخ عواد. نصيل التلفزيون يا اخ عواد فدوى لعيونك. نعم استاذ نجم مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير يا اهلا وسهلا. الله يخليك رحم الله والديك. احنا مقدمين على الرعايه الاجتماعيه اي من اول ما ابتدت بال 2004 تقريبا وحولونا على العطاله بطاله ولحد الان ماكو شيء. ما عندي لا راتب ولا شيء. انا مواليد 57. ما تشتغل؟ ما عندك تقاعد؟ ما عندي اي شغل ولا تقاعد ولا اي راتب. قبل شنو تشتغل يا عواد؟ انا ما كنت اشتغل ما حتى عسكريه ما لبست. انا اخوك. اي نعم. وين قضيت هذا العمر يا عواد؟ قضيتها منا ومنا بهالبر وهالمشاكل هاي اللي كانت علينا بوقت صدام وكنا هاربين بعد عاشك بصراحه. اي اي والله ولا راتب ولا شيء وانا مريض عندي سكري وعندي ضغط ومرتي نفس الوضعيه والاولاد طشوا صاروا كل واحد ببيت. الله يحفظهم يا عواد. الله يرحم والدي. احنا ما حصلتوا لي يحيى. اي الاخ صالح بعدك وياي؟ نعم نعم موجود. اني على تليفوني مالت الواتساب بعت لي الرساله بالتفاصيل. اليوم انا يعني بعد البرنامج بالليل ادق على الاخ. قلت له انا ما اعرف هاي شغله. انا رجال كبير شايب وما اعرف هاي شغله. واحد من العائله من الولد من البنات من الجيران؟ والله ما الولد عندي بس واحد معوق وما يعرف الشغله من رجال. شلون يا صالح شلون؟ والله نحاول يعني اليوم ما نقدر باكر نحصل باكر باكر باكر. وخليك انت على التلفزيون حتى لو حصلنا بالجزء الثاني السيد العميد الناطق باسم وزاره الدفاع يشوف لنا قائد فرقه 14. ليش انتم لحد الان قضيتكم ما ماشيه؟ والله شغله هي مو يوم الفرقه استاذ نجم. شغله يم اللجنه اللي بوزاره الدفاع
من المظالم الفنانية لتوزيع المنح في هناك اللجنة، لأنه أنا كفرت كل واحد تحسين خفاج السابق مدير الإعلام السابق، فقال لي تعال بغداد، رحت لبغداد، رحت للجنة للجنة اللجنة توحدني باكر في الشهر من 10 أيام، مليون صار سنتين ونص. هسه ناخذ لك تليفون اللجنة ونسولف ويا أبو اللجنة، بس يطلع لنا عميد يحيى ناخذ تليفون أبو اللجنة. الشباب خلص الجزء شكرا الأول. شكرا أستاذ نجم، شكرا أخوي. الله والديك حياك بارك فيك، مع السلامة. أي صالح اسمعنا، يمكن راح نحصل السيد العميد يحيى رسول. البارحة احنا باركنا لهم، وانا احتيت بوقت وزير التعليم العالي طرد رئيس جامعة النهرين، اجى رئيس جامعة النهرين قال اعطيني الجنطة. شوفوا، لا تأتمن السلطة ولا تقيس نفسك دائما بالمنصب الموجود بيه، منطلعون منها لكم كلكم، وهذا الكلام يبدأ من المتحدث. الدرب اللي تمشي بيه وجدة، لأنه احتمال ومؤكد أنه أنت راح ترجع بيه. السلطة زائلة زائلة، وبالذات السلطة بالعراق، من تخلص منك تدوسك تدوسك. فاستخدم السلطة صح حتى تعيشوا أكثر. أيصير أنت ميزي غرك والحبايب داير مدايرك ويفتحون لك الباب والمعالي، عمي ترى ذني لا يساون موقف، كلهن ما يساون. صعدوهن قبلكم وملكوهن قبلكم، وقعدوا بفلل وقعدوا بقصور وقعدوا بكذا، بذني ما سوى الزلم. اللي يسوي الزلم المواقف والوفاء، الوفاء للقضية والوفاء للمسؤولية، لأنه الحكمة تقول لو كان الوفاء ثوبا لكان أكثر من نصفكم عرات. تمام. ولذلك نقول استخدموا السلطة صح، مثل ما أنت تروح للطبيب يقول لك يا با هذا الصبح وهذا الظهر وهذا العصر، فتلتزم بالوصفة. السلطة حتى تلتزم بوصفتها لدينا فقراء ولدينا عاطلين ولدينا جياع ولدينا 33% تحت خط الفقور، نحفر بالصخر، نصعد للقمر، ننزل تحت الأرض ندبر لها خبز. ذني مالات الولد قبل كنا وسوف وطالما وحين إذن، ذني حطوهن على صفحة، ما محتاجين نسمعهن، دخنا بيهن، دخنا ودوختونا. اليوم السلة تريد رقي، وإن شاء الله متفائلين خير. فاصل وارجع للسيد الإعلامي حسن جمعة وحديث لا يخلو من المفاجآت. بعد الفاصل سولف أنا والأستاذ حسن جمعة. إلى هناك. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي قناة التغيير. أذهب وإياكم إلى الساعة الثانية من برنامج من بغداد المخصصة في الجانب السياسي، ونبدأ القول هنا. على مر العصور، أو على أقل تقدير في مرحلة 2003 حتى هذه اللحظة، نختار هذه الحقبة الزمنية لأننا عشناها بكل تفاصيلها، وانتقلت الحكومات واحدة بعد الأخرى
بما يسمونه بالتداول السلمي للسلطة. وعندما كنا نراقب ونفتح الملفات ونناقش كلا من منبره على الرغم من المخاطر التي كانت تحيق بنا وبالآخرين، لكننا كنا نبغي قضية أساسية مهمة أن نوفرها إلى الرأي العام، كيف كانت تدار هذه السلطات وكيف يتم تعامل هؤلاء الحكام والكابينات مع في حكوماتهم مع شعبهم. وكان هنالك قاسما مشتركا في الفهم أو في التحليل أو في الحقيقة نفسها أن كل الذين تعاقبوا على السلطة كانوا يتعلمون من خلال السلطة أو يريدون أن يجربوا حظوظهم بالسلطة أمام شعب مثل ما غنت نجاة الصغيرة: دحنا من غيرك ولا حاجة ونقصنا كم مليون حاجة. لأنه عملية التجريب في شعب بمعنى أنك تحوله إلى فئران للتجربة، وهذا من الكبائر وهذا من الأخطاء. فعندما تريد أن تستدل على قائدا من الوثبة الأولى ومن الوهلة الأولى تحت شعار أو مقولة ليطمئن قلبي، تبدأ معه من قراءة القرارات الأولى. القرارات الأولى هي التي والخطوات الأولى هي التي تؤكد من كان وهل كان وهل سيكون وهل هو كذلك واثق الخطوة يمشي ملكا. بمعنى أننا لم نكن بعيدين عما كان يجري، وما كان يجري كنا نراقبه، وعندما نكون في السلطة لا نريد أن نكون كغيرنا عندما فشلوا واستخدموا السلطة مجرد سيف يكتب اليوم ويحرقك غدا. يرافقني ضيفا وأخا عزيزا الأستاذ الإعلامي رئيس تحرير جريدة النهار الأستاذ حسن جمعة. حياك الله يا أستاذ حسن. أهلا أستاذ نجم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. وأيضا أنا أحييك على ما تكتبه من كتابات جريئة ونقرأها باستمرار ونقف عندها ونحللها، ولذلك أنت اليوم هنا لأستقرئ منك وأستوضح منك ما تكتبه. ولكن البداية من السيد رئيس الوزراء الجديد، أنت أنا أعرف أنك لا تجامل وتحت شعار بالسياسة ما عندك صاحب صديق، كيف قرأت وكيف توقفت عند القرارات الأولى التي اتخذها السيد الكاظمي؟ هل دخلت في الهدف أم قد صفر الحكم أنها قد يكون مشكوكا بها تسلل؟ أستاذ نجم، السيد رئيس الوزراء ما صار لأربعة أيام من استلم الوزارة، أربعة أيام لم يجد بساطا من الحرير، لم يجد دولة فيها كسويسرا بها يعني نظام سياسي، لم يجد إعمار كإعمار دبي، ولم يجد فيها نظاما اقتصاديا كماليزيا وغيرها. نعم. ولم يجد أي نظام أمني أو حماية مواطن طيلة الفترة منذ عام 2003 ولحد الآن. تمام. كانت تغريدة هذه للسيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، وأنا قرأتها والآن أقرأها للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة القرارات خلال أربعة أيام قرارات مصيرية جدا وقرارات سريعة، تعاون معه القضاء بقوة وبسرعة في مواجهة المخالفين أو الخارجين عن القانون الذين
قاموا بقمع المتظاهرين. الآن هو في طور تشكيل لجنة للتحقيق منذ تشرين ولغاية الآن من الذي اعتدى على المتظاهرين، من هم الجهات، هل هي ميليشيات، هل هي قوات خارجية، هي قوات من 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 القوات الأمنية. لحد الآن السيد رئيس الوزراء قاب يعني قوبلة بإجماع دولي، اليوم الرئيس ترامب، الرئيس الإيراني، الرئيس المصري، دعم هناك تمام. من الخليج، من دول الخليج، من الاتحاد الأوروبي، دعم كبير لامس في أول أيام، لامس الفقراء، لامس المتقاعدين، وقام بحل مشاكلهم. هذه خطوة كبيرة نحو الإصلاح. تمام يا أستاذ حسن، نحو التغيير. تمام يا أستاذ أستاذ حسن، في مناسبات عديدة وفي حكومات عديدة أنا وأنت والآخرين أيضا قالوا أن الإصلاح في العراق يحتاج إلى مواجهة حقيقية ومجابهة. ما حصل أمس في محافظة البصرة يمكن مع مقر أحد الأحزاب الإسلامية الذي يسمى ثأر الله، في خبر نقلته قيادة شرطة البصرة بأنها دخلت واعتقلت الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وأصابوا عددا من المتظاهرين، هذه بعد يومين أو ثلاثة أيام من وجود السيد الكاظمي، هل انتقلت فعلا السيد الكاظمي إلى مواجهة هذه الأجنحة المسلحة بعد أن حذرها؟ السيد الكاظمي قام بتأزير بعض الوزراء الكفؤين لوزارة الداخلية والدفاع وأيضا لجهاز مكافحة الإرهاب لتقوية النظام، تقوية القانون. يوم أمس وزير الداخلية أقر بأنه هناك يجب أن يكون احترام للشرطي من خلال شرطة المراكز الشرطة وشرطة المرور، وأن تكون لهم هيبتهم وأرجاع هيبتهم كما ضاعت. يعني إحنا ما شاهدنا نظام أمني منذ 2003 ولغاية الآن الميليشيات تتجول وتصول وتجول في الأسلحة. الآن السيد رئيس الوزراء في طور جمع الأسلحة ووضع السلاح بيد الدولة، والذي يعترض على تلك القرارات سيكون مصيره الإرهاب، يكون تعامله كإرهابي. هذه ستكون دولة، ستكون مقومات دولة. نحن بحاجة إلى حفظ الأمن والأمان للعراقيين. السيد رئيس الوزراء سوف يقوم بمتابعة ذلك وسيزور المحافظات. السيد رئيس الوزراء صرح بأنه ستكون أكبر حملة لغرض الخلاص من داعش. نحن لم ننتصر على داعش منذ فترة، الخلايا النائمة قامت الآن بصولات وجولات في صلاح الدين وفي الأنبار وفي مناطق أخرى وفي ديالة. الآن السيد رئيس الوزراء في طور أن يطهر تلك الجيوب ويصنع هناك نظاما أمنيا. ممكن أن يكون تطوير الحدود في نظام أمني إلكتروني جيد من أمريكا أو من أي دولة أخرى متقدمة. نحن بحاجة إلى فرض الأمن، بحاجة إلى فرض الأمان. السيد رئيس الوزراء عندما تهاتف مع الرئيس ترامب، عرض الرئيس ترامب عليه أنه معاونة العراق اقتصاديا وسياسيا، عرض عليه خدمات كبيرة. نحن لدينا اتفاقيات مع القوات الأمريكية ومع أمريكا، الحلف الناتو والقوات الأخرى ستقوم بتطوير جاهزية القوات العراقية. تمام تمام يا أستاذ حسن. في طور أيضا الآن في طور الاستيراد بعض الأسلحة من روسيا وجهات أخرى. يعني الآن تماشيا مع ما تقول به، الكل الآن يجب أن يتكاتف لتحقيق هذا الهدف المنشود. ما يصير أنا قاتل وأنت تلعب تشوي، ما يصير، حط إيدك بيدي. هسه درينا إذا طابت النفوس غنت، هسه تشوي من أجل لما نخلص. ما أريد سوالف خبن على التلفزيونات، أريد هالمرة الزلم اللي توقف بالصف الأول. هذا الكلام موجه إلى الذين يدعون الزعامات. خلص وقت الهتافات، خلونا ندخل الآن
في الميدان الحقيقي لمعالجة هذه الجيوب. ورد اشوف اللي ابن امه وابوه اللي يحط جداشته بحلقه ويلزم رشاشته ويقاتل، يقاتل خارجين على القانون، وعود من تردون تشوبون تشوب النوب. في نفس القضيه يا استاذ حسن، الان مثلما للسلاح دورا للذين يستحقون ان يرفع بوجههم السلاح، هنالك جانب اخر هو الجانب الثقافي، اشاعه الثقافه، تطوير مستويات الناس. هذه الوزارة المهمة التي في كل مرة كنا ننشد نحن الوسط الثقافي والإعلامي بأن تعبأ وأن تملى من أهلها، والوزارة ما زالت شاغرة حتى هذه اللحظة. أنتم نقابة الصحفيين، المنظمات الأخرى، يجب أن يكون لها لقاء مع السيد رئيس الوزراء لغرض طرح أسماء من الوسط الثقافي حتى تكون لها دورا فاعلا في إشاعة الثقافة والقضاء على الطائفية والقضاء على الأفكار الشاذة والقضاء على عدم مطاوعة الميليشيات وإعادة اللحمة الوطنية. أستاذ نجم، يعني إحنا لدينا رجالات دولة وقياديين يقودون منظمات دولية وعربية كأمثال السيد نقيب الصحفي، نقيبا لصحفي العراق، رئيس الاتحاد. انا ما اريد اذكر اسماء هنا استاذ حسن العرب، انا ما اريد اذكر اسماء، انا اذكر حتى لا يكون ترويجا لاحد، لا انا لن اثقف، انا مو اثقف للاخ او الزميل مؤيد اللامي، لكن هذه حقيقه يجب ان تقال. لا انا يجب ان تقال، يعني احكي بالاطار العام يعني حتى ما نزعل الناس علينا. احنا نريد لهذه الثقافه رجل مجرب قد نجح للثقافه. نعم استاذ، الثقافة الآن لها دور كبير في توعية الجماهير، في توعية هذا الشعب، الشعب المثقف أو الشعب الذي لديه حضارة أكثر من 1400 سنة. هذه حضارة كبيرة جدا، حضارة أنه لدينا معالم حضارية، لدينا سياحة، لدينا مراقد مقدسة، لدينا كافة شروط المعمول بها في السياحة وفي الثقافة وفي الأدب. يجب أن يكون هناك رجل يطور هذه الوزارة أو يعمل على نجاح هذه الوزارة. أنا لا أختلف معك يا أستاذ حسن، يكون من الوسط. أنا لا أختلف معك يا أستاذ حسن أن السيد مؤيد اللامي يجب أن يقوم بهذه المهمة الآن مع السيد رئيس الوزراء ليقدم له رؤية أنه وزارة الثقافة يجب أن تكون من حصة المثقفين. يعني أنا ما أنكر أنه عضو بالاتحاد الدولي، نعم، رجل رئيس اتحاد الصحفي العرب، نقيب الصحفي العراقيين، مواقع مرموقة لم يسبقه أحد، لكن هذا يجب أن يتم تفعيله ويترك الخيار للسيد دولة الرئيس، لأنه وزارة الثقافة في كل العالم من الوزارات السيادية المهمة، وهذا الذي نبغي إليه. أستاذ نجم، أنا الآن أشاهد يعني الكثير من الحالات، وأنا مهتم أيضا في السياسة والاقتصاد. نعم. يعني قبل شهرين على أنا لم أثقف لناس، لكن يجب ذكر هذه الإيجابيات مثل ما ذكرنا إيجابيات. نعم. والسيد رئيس الوزراء. نعم. قبل شهرين استلموا قيادات شابة الجمارك والضريبة، الأخ شاكر الزبيد والأخ خالد صلاح الدين. يعني إيراد ضريبي خلال من 21/4 لغاية 30/4 بينها عطل الجمعة والسبت خلال 7 أيام أكثر من 70 مليار إيراد الضريبة. كيف عرف هذا الشاب وكيف عرف هذا المدير رئيس هيئة الضرائب، كيف عرف أن يكون أو يجلب هذه الإيرادات؟ لأنه عرف من هو الفاسد في هذه في فروع الضريبة، وعرف أيضا كيف يقوم بالتهرب الضريبي من المنافذ الحدودية. أي. هناك 3 أشياء إذا أراد السيد رئيس الوزراء أن يقوم بنجاح عمله: أولا السيطرة على المنافذ الحدودية، وهي أيضا المنافذ الحدودية هي تابعة لرئاسة الوزراء. أي. وأيضا الموانئ والأرصفة الأرصفة 21 رصيف التي سيطرت عليها أحزاب وكتل إسلامية، هذه تزود هذه الكتل والأحزاب بإيرادات كبيرة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. يجب أن يذهب السيد رئيس الوزراء إلى هيئة الموانئ،
هناك ويرى ما حصل من هذه الأحزاب ومن هذه الكتل، وكيف استولوا على هذه الأرصفة. هذه الأرصفة وهذه الأموال هي ملك الشعب وليس ملك الأحزاب. يا أستاذ حسن، بقضية الأرصفة، بقضية الأرصفة الآن هنالك 21 رصيف، هل الأرصفة موزعة على الأحزاب السياسية؟ كل حزب ماخذ رصيف ويديره وارداته إليه، لعد شنو؟ نعم، يعني وين كان العبادي؟ وين كان المالكي؟ وين كان ولديهم ميليشيات، أشخاص ولديهم ميليشيات ولديهم أسلحة كبيرة، ومن الذي يقتحم هذه الأرصفة؟ من الذي يحاسب هؤلاء؟ يجب أن تكون هناك قوة كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب لغرض الحصول على تلك الأرصفة وارجاعها إلى وزارة النقل أو ارتباطها بالسيد رئيس الوزراء. ثالثا، مزاد العملة، مزاد العملة الذي نهب العراق، العملة الصعبة، العملة الصعبة، البنوك الأهلية التي تستحوذ على الملايين من الدولارات يوميا لغرض هذا، الجوازات المزورة التي تحصل عليها هذه البنوك وتذهب بها إلى البنك المركزي لغرض أنه هذا هؤلاء الناس مسافرين وحصولهم على. احكي لي هاي القصة بالواقع أستاذ حسن، الجوازات المزورة يذهبون بها البنك المركزي، احكي لي هاي القصة شلون؟ أخي المسافر، المسافر من حقه أن يحصل على عملة صعبة من خلال تصريفه للدولار بسعر صرف الدولار من البنك المركزي. لكن ما يحصل أنه يجمعون الجوازات من مواطنين كثيرين، وهذه الجوازات يذهب بها صاحب البنك إلى البنك المركزي لغرض الحصول على العملة الصعبة. إيش قد هنا أنا أكو هدر بالمال؟ عندك رقم أستاذ حسن؟ الأحزاب الإسلامية أستاذ نجم، أشخاص داخل منظومة هذه المنظومة، منظومة الدولة، هم أشخاص يديرون هذه المصارف الأهلية. وأنت شاهدت، أرسلت لك فيديو كم من الأموال تمت تصريفها أو ذهابها. هو أرد أسأل بالفيديو، هذا الفيديو اللي أرسلت إياه الآن، 743 مليون دولار تم بيعها في مزاد البنك المركزي، على المعلومات اللي عندك انه تم تحويلها الى لبنان لتعزيز الأرصدة الداخلية والخارجية هناك. زين، هو اكو استيراد؟ اكو هاي الفلوس طلعت المن؟ مو استاذ نجم، اكو فترة، هاي فترة كورونا، حضر يعني اكو. من المعقول انه احنا مثل ما تفضلت باللقاء مع وزير الزراعة، اكو وزير يوقع على عقد 90 مليون دولار يشتري نبق وثوم؟ اي بلد هذا؟ اي بلد؟ جيبوتي ما صاير بيها يا اخ، والله هاي اليمن ما صاير بيها اخي. اسوأ ادارات حكمت هذا البلد، اسوأ ادارات، اسوأ قيادات حكمت هذا البلد، ناس فاسدين. قل لي هاي المعلومة صحيحة يا استاذ حسن؟ هذه المعلومة صحيحة انه تم تحويل 743؟ هذا الرقم صحيح؟ والله أني هذا الرقم أعتقده صحيح، لأنه هذا الرقم يراد به تعزيز الرصيد الخارجي، وهناك حديث كبير جدا أنه قبل فترة أنه اتصالات كانت بين جهات كبيرة بين العراق ولبنان وجهات أخرى بتعزيز الدور الاقتصادي للبنان. يعني هاي بعد عملية انهيار المصارف اللبنانية؟ زين، وإحنا شنو مصلحتنا الآن نعزز الاقتصاد اللبناني؟ ليش؟ لأن الوضع عندهم بيه فلوس أخي. من جانب آخر، إنه إحنا بلد عربي وممكن إنه يساعد الدول الأخرى، لكن إحنا اقتصادنا هش. إحنا الآن نسعى إلى جمع هذه الموارد وهذه الإيرادات من الضريبة والجمارك والمنافذ ومن مديريات المرور والجهات التي تحصل على إيرادات لغرض جلبها، لغرض توزيع الرواتب، رواتب الموظفين والمتقاعدين. وطلع 743 مليون دولار، شو وحدة ما تشبه وحدة؟ شلون بلد ما عده يطلع 743؟ يا أستاذ نجم، هذا الموضوع كبير، هذا الموضوع يجب أن يكون فيه خبراء اقتصاديين أن يبحثون مع السيد رئيس وزراء العراق الجديد مصطفى الكاظم، يجب أن يكون هناك باحثون واقتصاديين أيضا، لأنه هذا الموضوع موضوع جدا مهم، هو كيف نحافظ على اقتصادنا. الآن
انخفاض أسعار النفط أثر تأثير كامل على، لأنه إحنا ما عندنا إيرادات، ما إحنا الآن إيراداتنا بالمنافذ الحدودية يجب أن يكون كل شهر 10 مليار أو أكثر، الآن نحصل على 20، لأنه 80% في جيوب الفاسدين، في جيوب المسؤولين الذين استحوذوا على هذه الدوائر، هذه المديريات، هذه ولذلك يا أستاذ حسن بالساعة الأولى، بالساعة الأولى قبل حضورك إذا كنت متابع، أنا حكيت قلت أنا مليت من اتصال بالسيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لغرض أن نوجه له هذا السؤال الذي تطرحه ويمتنع عن الظهور. يعني أنت الآن أكدت، السيد أحمد مظهر الجنابي أكده، وردنا هل أنه هذا فعلا لولا إدز لي خبر بيد واحد قل له، يقول له لا كذب، شنو يقول له؟ يقول له كذب. ولذلك يا أستاذ حسن أكو موضوع أنت نشرته، عندك تعليق له أروح السؤال آخر أستاذ حسن؟ نعم. عندك تعليق؟ الموضوع عندنا منافذ هي تحت السيطرة، ومنافذ أخرى هي خارج السيطرة. أي مثل المنافذ اللي بالإقليم هي خارج سيطرة المركز، ومنافذ أخرى في قرب الشلامشة، وقرب منافذ أخرى هي الآن مفتوحة للاستيراد وإدخال مواد أخرى ومواد كبيرة. يعني اليوم أكو بلد عربي دزلنا أقراص، هذه الأقراص عن طريق البر، فممكن هذه الأقراص تكون لصناعة المخدرات. أقراص؟ يعني العراق الآن شنو أقراص؟ تسمع الأخبار، أنت تسمع الأخبار وتسمع كل شيء إحنا ننشر أنه ممكن المخلفات النووية الآن في شط العرب وفي مياهنا. العراق الآن يوميا نسمع 25 سيارة تم إدخالها، إلقاء القبض على قطار يحمل سجائر، الجمارك. يعني هذه مشكلة كبيرة، متى نسيطر على منافذنا الحدودية؟ متى نسيطر على حدودنا؟ متى يكون هذا؟ الأخ مدير رئيس هيئة المنافذ الحدودية يجب أن يخرج ليتحدث بصورة عن واقع عمل المنافذ الحدودية، يتحدث عن من هي المنافذ الذي خارج حدود السيطرة، ما هي إيراداتها. يعني هذا مشكلة كبيرة يا أستاذ نجم. يعني الآن هذه المواقع ومن ضمنها المنافذ الحدودية، أنا من وجهة نظري تحتاج واحد وكح، ونعرف الوكح أنه قوي على اتخاذ القرار وما يقعد ببيته ويلازم الحدود ولديه مصادر. لأنه ذاك اليوم يصرحون يقول إغلاق منفذ كذا كلفنا 6 مليار. زين إذا المنفذ بإغلاقه يكلف 6 مليار، 21 منفذ مو عندنا، يعني يجيب لنا 100 مليار، 22 منفذ، 22 في 6 زقد 12 13 130 نصها للخيرين طايحة هب 50 مليار. احنا 10 ما مصلين، 6 ما مصلين، يعني معقولة البوق بالبلد بهذا الشكل؟ صدق هيجي استاذ نجم؟ يعني احنا نجي اكو ملفات كبيره، يعني ملفات عديده فيها من وراء حرق المحاصيل الزراعيه، الحنطه والشعير ومزارعنا. الفلاح يتعب، الفلاح يزرع، الفلاح يجب ان يحصد ويبيع لكي يعيش. من هو وراء حرق المعامل الانتاجيه الصناعيه في العراق؟ يعني اما انه الفلاح هو اللي يحرق ارضه على مود يحصل على تعويض، أو هناك جهات أخرى مستفيدة من دخول المواد، الجهات الأخرى التي قالها المواد يا أستاذ حسن، قالها وزير الزراعة علنا أمام الملايين، قال الجهات اللي حرقت المحاصيل الزراعية هي الجهات التي تريد فتح الاستيراد، طبت منها طلعت منها. أخي إحنا الآن هم دخلنا في حكومة محاصصة. يعني السيد رئيس وزراء لاقى المر، يعني من أنه الأحزاب يجب أن يكون هذا من حصتنا، ويجب أن يكون هذا من حصة الحزب الفلان، ويجب أن يكون هذا رئيس الحزب. هناك لديه دوائر اقتصادية عند العقد وعند الاستيراد وعند، يعني المستورد الآن يضغط على وزير الزراعة يقول له يجب عليك فتح الاستيراد. يا أخي إحنا عشنا بهذه الأيام أيام قحط،
لكن شفنا منتوجنا، شفنا زراعتنا، شفنا أشياءنا الأخرى اللي شفناها في الأسواق المحلية. والله العظيم لو كانت هناك إدارة للدولة، إدارة حقيقية، لما وصل العراق لهكذا. يعني احنا الآن يجوز نطلب من جيبوتي مساعدات، أو طلبنا من الكويت وطلبنا من دول أخرى. الآن الخزينة خاوية، الخزينة سلمها عادل عبد المهدي خاوية، خزينة خاوية. ماذا يفعل رئيس الوزراء؟ ماذا يفعل رئيس الوزراء؟ من بماذا يأتي من هذه الأموال؟ زين السيد عادل عبد المهدي سلمها خاوية، سيد عادل عبد المهدي سلم الميزانية خاوية. لا اليتيم ماخذ، ولا الأرملة ماخذة، ولا المعوق ماخذ، ولا المتقاعد ماخذ راتبه، وكل شيء ماكو. زين خاوي عليه من؟ والنوب مطلوب 50 تريليون دينار للمصارف والبنوك الأهلية، و64 مليار للعالم الخارجي، و40 مليار ديون بغيضة. شاور راحت الميزانية. ولذلك ما هو القرار الأنسب الذي يجب على السيد الكاظم أن يتخذه أمام يعني خلينا نقول هدر للمال العام تم في الحكومة السابقة؟ شلون راح يشتغل ولا دينار؟ يجب أن يشكل هناك محكمة مختصة لمحاسبة هؤلاء، محاسبة أصحاب المصارف الأهلية، محاسبة الفاسدين، محاسبة الوزراء الذين وقعوا صفقات وهمية ومشاريع وهمية منذ 2003 إلى حد الآن. هذه الأموال أين ذهبت؟ أموال أصبحت خارج العراق، أصبحت في دول أخرى، استثمار ومساعدات دول أخرى. وبكيفنا إحنا، يعني بكيفنا إحنا رؤساء كتل وأحزاب نسعى إلى توزيع هذه الإيرادات على الدول الأخرى أو نستثمر في دول أخرى. المن الطول يعني يا دولة الطول أستاذ حسن، طلع خارج العراق، خارج يا دولة الطول، ما حوسب ولم يحاسب قضائيا، لم يحاسب قضائيا. الآن راد إن هذا الرجل رجل المرحلة راد إنه يسوي محكمة، وهذه المحكمة تحاسب هؤلاء، تحاسب هؤلاء. الذي يسيء للعراق يجب محاسبته، الذي يسرق من العراق يجب محاسبته، الذي يسيء للعراقيين يجب محاسبته. زين هذا موضوع يجب الاهتمام به من كافة سياسي العراق. الآن ليس سرا وأن احنا في وضع نعم في وضع هش، وضع السياسة العراقية وضع هش. حتى أسئنا شعبنا أمام الدول الأخرى. الدول بعد ما قاعد تحترم العراقي من يذهب إليه ويسافر إلها. الدول الأخرى، الدول العربية والأجنبية والدول الأوروبية، أصبح العراقي يسمى علي بابا، يسمونا علي بابا. هؤلاء الذي فعلوا بنا، الساسة هم الذي فعلوا بنا. زين ما حقيقة الموضوع الذي كتبت به أنت على قضية الرز الفيتنامي؟ وعلى حد قولك أنه هذه قضية الرز الفيتنامي أهدر بها 70 مليون دولار، شنو قصة الرز الفيتنامي؟ أستاذ نجم، هي خرج الموضوع، خرج للإعلام، وكل الأخوة والمشاهدين والمتابعين يعرفون قصة هذا الرز الفيتنامي، الرز الذي أجبر وزير التجارة على استيراده، وهو رز يعني منتهي صلاحيته، رز فاسد. هل الشعب العراقي انه يعني يستحق ان ياكل هذا الرز؟ هل الشعب العراقي يستحق ان ياكل فتاتات تلك الشعوب؟ هذا بوقت يا وزير، يعني كبير هذا الموضوع. الوزير السابق من هو؟ يعني الوزير الاسبق، مو السابق، الوزير الاسبق. يعني مو الحالي، القبله. زين لا الأسبق. نعم. الآن السيد في يعني تصريح السيد عثمان الغانمي صراحة يحتاج أن نتوقف عنده كثيرا، عندما قال لقد ولى زمن بيع المناصب. هي شهادة، هي اعتراف، هي توصيف. وبالتالي هل السيد الغانمي بناء على ما قاله في لسانه ملزما بأن يغير كافة القيادات، لأنه هو الذي قال بأن هذه المناصب جيء بها بالبيع والشراء أو بالمزاد؟ سؤال واضح أستاذ حسن، لو عد لك إياه. لا ما سمعت السؤال أستاذ. في تصريح للسيد وزير الداخلية
وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي قال أنه لقد ولى زمن بيع المناصب، بمعنى هذه شهادة واعتراف أن المناصب في وزارة الداخلية في الحكومات السابقة أو الوزارات السابقة من السيد الياسري وأنت نازل كانت تنباع بفلوس وتنشر بفلوس. هذا يلزم السيد، هل يلزم السيد الغانمي الآن بإعادة تدوير أو نقل أو إقصاء أو إعفاء كافة القيادات الموجودة بالداخلية واستبدالها بقيادات أخرى؟ هل هذا الذي يجب أن يكون أو سيكون؟ أستاذ نجم، من أولويات السيد وزير الداخلية الجديد أن يحافظ أو يفرض الأمن والأمان أو يفرض هيبة الشرطي وهيبة القوات الأمنية في الشارع. يجب أن يكرس عمله في مثل هذه الأشياء. التدوير، هو هناك يومية تدوير مدراء عامين وتدوير قيادات أمنية. أنت تتكلم عن المناصب وبيع المناصب. بيع المناصب بكل وزارات الدولة، بيع المناصب في أي وزارة الآن أنت تصير مدير عام يجب أن تدفع مبلغ كذا، إلا القلة القليل من الناس الكفؤين والنزيهين. هذا موضوع يجب أن يتحدث به السيد رئيس السيد وزير الداخلية عندما قال أنه يجب إحنا نكلف المنتسب أو نكلف القيادي أو الضابط لكفاءته ونزاهته. لا يجب أن تدوير هذا، إحنا يوميا ندور وهي هذه الحكومة حكومة انتقالية. السيد رئيس الوزراء يتحدث عن إجراء انتخابات وتهيئة المجال لإجراء انتخابات نيابية. هذه الانتخابات ستكون انتخابات نزيهة كغير الانتخابات السابقة. أيضا هنالك قضية يعني نلفت بها نظر السيد رئيس الوزراء، وأيضا أريد أن أستطلع رأيك بها. المدراء العامين الذين تم تثبيتهم كمدراء في حكومة العبادي، الكل كان يكتب ويقول أن هنالك صفقات قد تمت مقابل هؤلاء، وهؤلاء اليوم أصبحوا جزء من منظومة الفساد وجزء من الدولة العميقة. كيف يمكن للسيد الكاظمي أن يعيد النظر بهؤلاء وقسما من هؤلاء عليهم مؤشرات وملفات فساد؟ ذكرني بالأخوة المستشارين نوفل أبو الشون ورزاق اليعقوبي عندما استولوا على الصفرة، هذه سيطرة الصفرة، السيطرة الجمركية في أبو غريب، هذه في مدخل ديالة، هذه السيطرة الذي جلبت أو إيرادات بملايين الدولارات كانت لجيب هؤلاء ولجيب الأخ العبادي. هذه الموضوع موضوع يعني شائك وكبير، وعندما انتهت مرحلة السيد العبادي قاموا بفسخ هذه وإرجاعها إلى هيئة الجمارك. هذه الحالات حالات كثيرة كبيرة جدا يا أستاذ نجم. هذه أنه أربط هذه المؤسسة، أربط سلطة الطيران، أربط الموانئ، أربط الجهات أخرى، وذلك يعني أنت تقول أنه مدير مكتب رئيس الوزراء كان يأخذ مبالغ سيطرة الصفرة، جزء من هذه الإيرادات أستاذ نجم كان جزء من الإيرادات لدعم حملتهم الانتخابية. كان هناك تمويل لرجال أعمال بمشاريع، وهؤلاء رجال أعمال قاموا بتزويد العبادي وغير العبادي بملايين الدولارات لغرض حملتهم الانتخابية. هذه طامة كبيرة. إحنا يجب إقرار قانون الأحزاب. زين، لما يعني الآن من أين لك هذا؟ من أين لك هذا وأين ذهب ذاك؟ الآن لما نتحدث بوسائل الإعلام، رئيس الوزراء مثل ما أنت تقول يودي مدير مكتبه يسيطرون على 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 سيطرة، يأخذون فلوسها يمولون بها أحزابهم. يعني لما كان رئيس وزراء السيد حيدر العبادي ومدير مكتبه واردات الصفرة إليه حتى يسوي بها انتخابات. طبعا واردات الصفراء كانت هناك اربع وصولات. انا احتفظ بالوصولات، وانا مسؤول عن كلامي. يعني اربع وصولات، هذه الايرادات ثلاث ارباع الايرادات كانت تذهب الى نوفل ابو الشون ورزاق اليعقوبي. رزاق اليعقوبي ونوفل ابو الشون ذهبوا الى امريكا وذهبوا الى جهات اخرى، والان عندهم ملايين الدولارات وهناك منازل فخمه واستثمارات. وهذه
ما حد حاسبهم، ما حد حاسبهم. احنا القضاء الان القضاء يقول له يابا شلون انت ما حاسبت هذا، يقول لك يا اخي قدم شكوى. انا استطيع كاعلامي اقدم شكوى على على وزير او مدير عام. الان الان يعني كثير من ال من ال من البرلمانيين الان متهمين بجرائم كبيره، بابتزاز ورشاوي وحديث المشعان الجبوري، باننا كنا قد حصلنا على الكثير من ال من ال الرشاوى وغيرها. ألم لم يحاسب مشعان ولم يحاسب ذلك. بدل ما تركضون على ابو المولده وتركضون ورا بالتاكسي، هسه هذا الرجال الان قدامكم. استاذ ذكر يعني اكو رئيس وزراء. ذكرتني بابو المولده. اي ذكرتني بابو المولده. انا تحدثت وياك. اي تحدثت وياك على انه برلماني يدعم صاحب مولده. اعتقد هذه المولده للبرلمان تعود، مو مولده اخرى في منطقه المنصور. ست مولدات، هذه المولدات اقسم بالله العظيم دزيت لك التسجيل. اي سعر الامبير 20,000 دينار عراقي. هسه 20,000 دينار عراقي. الساد دزيت لك التسجيل وانت سمعت التسجيل. انا تحدثت ويا ابو المولده. اي قلت له يا ارفع لي الجوزه. قال طفينا الجوزه يا اخي، طفينا الجوز. قلت له يا ابو ليش؟ انا ما اخذ 10 امبيرات. قال يجب ان تدفع 200,000 دينار. زين هذا البرلماني من يحمي هيثم بابير وزير كهرباء المنصور؟ اي برلماني هذا؟ شلون وصل للبرلمان؟ شلون وصل للبرلمان؟ برلماني اخر يدعم قاعة دنبلة. قاعة دنبلة لعب القمار عليك العباس. طبعا انت تعرف انا تحدثت في لقاءات اخرى مع جنابك في قناة التغيير انه قلت لك عندنا احنا 250 قاعة دنبلة. الان برلماني يفتح قاعة الدنبلة الساعة 10 وتعزل الساعة 12 بالليل اثناء حضرتك. اتصلت بالاخ حضرتك جوان القادة الامنيين. اي اتصلت بالاخ احد القادة الامنيين، قلت له هاي وهذا ناشر على الفيس وناشر انه باكر يفتح الصالة. فالرجال استجاب لهذه الامور وراح غلق القاعة الدنبلة، غلق القاعة الدنبلة. انا اتحدث لك عن معاناة ومآسي ومأساة. يعني اتصور هيك يوصلون البرلمان العراقيين انه يدعم ابو مولده. انا اسال محافظ بغداد. أي. اسال محافظ بغداد مو يقول انا اعتقلت الكثير من اصحاب المولدات، ما راح لابو هذا المولده. يقول لك الامن الوطني يعتقلوهم وبعد ساعه يطلعوهم. شو اسمه هذا ابو المولده بالمنصور؟ هيثم بابير. الحد الان ياخذ 20 استاذ نجم. الحد الان 20,000 دينار عراقي سعر الامبير. قبل ايش قد حكيت وياه؟ مع تصريحات السيد محافظ بغداد. قبل ايش قد حكيت وياه وراد منك 20؟ انت والله انت ليش ما تطلع التسجيل؟ انت ليش ما تطلع ما لحقت والله اللي دزيت لك اياه. انا ما لحقت اكمله لكن اطلع وعدك. انا اطلع اسمعك اياه استاذ. اسمعك اياه. اي هذا بصوتك. أنا لازم أسمع للسيد المحافظ والمسؤولين والبرلمانيين. يعني أنتم الناس الفقراء إذا تجاوزوا 9 بالمناطق الشعبية تحاسبونهم ومن حقكم أن تحاسبوهم، لكن ليش هذا الأخ لأنه بالمنصور يأخذ 20؟ هسه المعلومة شاهدها بيها، ولذلك هو الرجل الآن اللي يقدم تسجيل حتى يثبت صحة كلامه. ولذلك السيد المحافظ الآن اسمع أستاذ نجم اسمع. أي الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ شلون صحة؟ بس الجوزة باسم رياض فدوة لقلبك. ماذا؟ باسم رياض. مدافع استاذ. اي والله مدافع. وانا شوية هسه خارج يعني خارج بغداد، اذا امكن بيها باكر عقبه. والله بالعمي احنا مبلغين ما نشلع حد المدافع. زين هي 10 امبيرات ايش قد ادز لك حسابهن؟ ايش قد يصير حسابهن؟ يعني الامبير ب 20. رياض منو انت؟ رياض ابو احمد. رياض ابو احمد. اي هسه يعني حسابي يصير 200,000 دينار الامبير على 20 غير؟ الو يعني انهزم الاخ عرف انه هذا هسه يعني احنا استاذ حسن استاذ حسن المولدة. احنا الان عرفنا هذا المكالمه من خلالك مع صاحب المولده.
شلون عرفت انه هذا بالمولدة نعم. يدعم نائب؟ هو قال انت استنتجيت اخي، هاي معروفة، هاي معروفة بالمنصور، معروفة بالمنصور، والاخوة المسؤولين الامنيين يعرفون من هو صاحب هذه المولدات، من هو صاحب هذه المولدات يا ولد. يعني شباب دقولي على محافظ بغداد استاذ حسن، حتى دقولي على محافظ بغداد السيد محمد خلي ينضم لنا الان حتى نشوف هذا بالمولد ليش مدلل. احنا نريد القانون يمشي على الكل، ليش ياخذ 20؟ هاي المكالمه قبل ايش قد استاذ حسن؟ هاي البارحه، البارحه استاذ نجم، هاي البارحه. يعني اكو امراه متقاعده تقول له والله بعدني انا ما ماخذ التقاعد مالتي. يعني اهل المنصور مو كلهم اغنياء بالمنصور يا اخي. حصلوا لي السيد المحافظ، هاي منازلهم هم اهل المنصور. انا ما شايف هذا، هاي ثمبابير والله بعد انا ما ادري استاذ يعني حسن. زين انت عفوا ما حكيت مع جهات مختصة بهذا الموضوع؟ لأن احنا ما مدى نعرف شنو اللي دي يصير بصراحة للبلد. مع بعض القادة، قادة الأجهزة الأمنية تحدثت معهم، لكن الموضوع مو بيتهم، الموضوع أكبر من يمنا. قالوا لك الموضوع أكبر من يمنا؟ ما معروف يعني، معروف معروف. اي يعني انا والله الآن هذا الموضوع شق قلبي. يعني انتوا ليش الناس الفقرة تاخذونهم وتعتقلوهم؟ وحتى لو فقير وغلطان بالقانون، لا والله يطبق عليه القانون، لكن هذا الامتيازات نائب يروح يفتح له دنبلة، واحنا يا مستورا ستري امود وجهين لله، كان دنبلة شي يسوي بيها النائب فاتحه؟ شي يسوي بيها دنبلة؟ دعم دعم دعم. هذا يعني هو ابن عم، ابن عم النائب، ابن عم النائب. يما فدوى يعني لله ولعطيته. أصبحت القاعات الليلية وقاعات الدنبلة لحج فلان وسيد فلان وابن فلان، ويعني للسادة والحجاج. للسادة والحجاج يعني يطلعوننا يقولون هاي القاعات الليلية والملاعب الليلية لدعم هؤلاء، دعم هذه الأحزاب وهذه الحركات وهذه الميليشيات. أكو جهات الآن إحنا برمضان، إحنا برمضان أكو ناس تحمي أهل الشرب، مخازن الشرب تحميهم هيجي. بس أنا حظي أنا حظي واقف لي على الكسرة وعلى الفتحة. هذا يفتح بر، يفتح دنبلة ما حد يحكي، ذاك يحمى بالعرق ما حد يحكي، بس أنا إذا صارت فتحة يزين صفر. لكن معقولة أنا شباب تقولي على السيد يعني الان يعني انت استاذ نجم، الان انت تتحكيني استاذ نجم، انت الان تتحكيني انت بعمان وانا ببغداد، انا علي 550 دعوه قضائيه وانت عليك دعوه قضائيه. يعني احنا ممكن هسه الان مشروع قتل، مشروع خطف، مشروع اغتيال. شات على قولت هذا منين شال الان المشكله كبيره جدا. الذي يتحدث بصراحه، الذي يكشف المستور يجب ان يهدر دمه. احنا دمنا انهدر، انت تدري انا بكل حكومه مهجر. ليش؟ لانه هذا من نحكي نقول يابا برمضان يبيعون عرق وسيارة الشرطة واقفة، نقول يابا وشهد شاهد من اهليا وعد صور السيد النائب، سيد النائب يفتح دنبلة والنهار كله يتوضع. زين شلون؟ شو هاي ما تشبهها، هاي ما نسولفها، وذيك ما نحكيها، وهاي نظمها. زين نظل نصبغ هسه غير كون نعرف نصبغ. زين وش اصبغ منه غير هو مقير، هو مطين، لا يفيده صبغ، لا يفيده بوليش، لا يفيده مي، لا ينظف بتايت، ما ينظف، ما يتلمع، وسخ، قذر، حرامي، ابن دبله. غير كونه لمعك تسوى؟ لا اله الا الله. استاذ نجم، أخوي. استاذ نجم انا سؤالي هسه، سؤالي البرلماني ليش يجيب له ياخذ له فد 20 معامله 30 معامله ويذهب الى احد مديري دوائر الدوله؟ شو يسوي هذا؟ يخدم هذا المواطن خويا. هذا مو ياخذ كوميشنات؟ لا هذا يخدم. مو ياخذ انه فلوس على التعيينات؟ هذا شنو البرلماني دوله؟ دكاكين فاتحين، المكتب الاعلامي للنائب فلان، المكتب في خدمتكم، في خدمه المواطن. يعني يجب ان يكون الذي يطلب التعيين. يعني انت الان، واحنا كنا شاهدنا كيف تم تعيين اصحاب العقود في وزارة الكهرباء بمبلغ 50 الى 60
ورقة يعني 5000 إلى 6000 دولار. أي والآن لحد الآن ما حاصلين على رواتبهم. راحت فلوسك يا صابر. شلون دول شلون يعني أكو أدولة برلمانيين أخ؟ والله برلمانيين، والله العظيم عندي الأدلة الكافية لإدانة دول البرلمانيين. وإذا أكو جهة تجيبهم وأجيب المواطنين اللي دفعوا فلوس، من هم السماسرة الذين حصلوا على مبالغ كبيرة من خلال هذه التعيينات؟ يجب أن يكون هناك قرار من رئيس مجلس النواب بعدم زيارة البرلمانيين إلى جهات غير اختصاصهم، يعني اللجنة النيابية البرلمانية تزور وزارة المالية ودوائرها، مو اللجنة التربية. شو سوي رايح للضريبة؟ شو سوي رايح للعقار؟ شو سوي رايح للمرور؟ غير نائب ويفتر يتفقد يعني الدولة يعني. ويتفقد الرعاية ويتفقد الفساد. احنا نواب فاسدين. لا هو النائب غير راح يشوف الفساد بهاي الدوائر استاذ حسن، مو ان بعض الظن اذ هسه هو مره فتح الدنبله بس يتابع. يا اخي الشيخ او سيد، شيخ او سيد يزور الموانئ، يزور دوائر امنيه، شنو الصلاحيه عنده؟ شنو الصلاحيه؟ من هو من منين جاب التفويض؟ منين جابه؟ ما عندنا دولة مؤسسات استاذ نجم، ما عندنا دولة مؤسسات. فعلى رئيس الوزراء، واعتقد يسمعنا الاخ رئيس الوزراء يسمع هذه الحلقة، لانه هذا الموضوع موضوع مهم، يجب ان تكون هناك محاسبة حتى للبرلمانيين، محاسبة حتى للاشخاص الذين هم خارج الصف. ولذلك الان ياخذ واحد ياخذ خاوة من مدير عام، ياخذ خاوة من مدير عام. يعني انا سولفنا احد المدراء، احد المدراء العامين حكالي، اي مدراء المصارف حكالي، قال لي جاني في الشخصيه فلان فلان فلان، أي. قال لي اريد كم مليون دولار. كم مليون دولار؟ تفويض من رئيس الوزراء فداي. كم مليون دولار؟ إيه يعني ايش كم مليون؟ من ال 250 وفوق. انا ما اذكر لك الرقم لانه أي. ما اذكر لك الرقم كله، اي لانه اجوز هسه انت تطلع من الاستوديو تطلع. اي لا كمليت يا سامر. قال لي اريده لمده شهر. اي اريده لمده شهر. قال لي يابا ورقه من رئيس وزراء، شلون ابوبها اني؟ قال لي يعني انا تقول لي روح جيب لي ورقه من رئيس الوزراء؟ صدق؟ مو عيب. فيقول انا بعد ما قدرت. ما يستحي هذا المدير العام. يجوز واحد يقتلني. ابدا ما يستحي. ما يستحي. قلت له محمد جيبوا له هاي الفلوس، يلا عيني اخذهن. 250 مليون. اخذهن والله انا ما دولار لو دينار. فتره ما نايم. 250 يعني استاذ حسن. اسبوع 10 ايام ابو هاني. عاشر خابرني قال يابا شكرا جزيلا، هاي رجعنا لك الفلوس. رجع الفلوس مو دولار، رجعها عراقي. قال عمي وتحملتها على لحيتي انا، فرق العمله انا صرفتها ورجعتها للخزينه مال المصرف. يعني تعتقد اكو هيك بدولتنا؟ اكو بدول العالم يعني انت تشوف يعني تشوف تقرا هذه بيا قراءه بيا قراءه بيا قراءه بيا دوله هاي يا دوله يعني هاي يا دولة احنا أبو هاني ها أبو هاني، هاي الوليد هذا الله يكتب سلامته أولا أخذ 250 مليون دولار لو دينار دولار بزمن يا حكومة هاي عبد المهدي بزمن حكومات متعاقبة ها من الولد القديمة إيش يسوي هو ابن الدولة ومحتاج لا. واللي يحتاج يمون على الطيبين اشتغل بيهن ايش قد ظلن يمه والله اذا هيك انا وياك هم اروح اشوف له واحد ابو مصرف صديقي وانا وياك اقول له استاذ نجم يريد له فد مليون دولار وانا يا استاذ نجم هو احنا مو زين هم حاملين هم زين بيد الله اللي هو ومو بيدك انت تريد تورطنا انا ما ادري يعني هذا الحكي احنا ذا نظل نسولف انا وحسن والله يا حسن يا ابني تلقى الضيف حي بيه طابع المدير العام ياخذ له 250 مليون دولار محتاجن ها يا ابا اكثر من هذا المبلغ بس انا ما ذكرت لك المبلغ بالتفصيل لا العباس عليك ذكره العباس عليك ذكره داعت حسن ذكره المبلغ 500 مليون دولار أخذهن أخذ ورجع له عراقي زين وهذا المدير منين كمل الباقي هم إذا كل ورقة هي الخمسمية كمل لأنه المدير هم حرامي الخمسمائة ألف خمسين شدة 500 مليون أستاذ
أنا مقير بالرياضيات، هاي الفلوس معروف. زين هسه احنا انت جنابك هسه تجيب وتودع مبلغ، تودع مبلغ عندك في احد المصارف الاهليه، احد المصارف، ابو المصرف يروح يستثمر هذه الاموال خارج العراق ويشتري بها عقارات، لو ياخذ صديقته ويروح لبنان، لو ياخذ صديقته ويروح للامارات، تيجي برا افلس المصرف. يابا تجيبون لنا وصي على المصرف، يابا احنا المواطن، انا خليت فلوس بالمصرف، ايد فلوسي عدي عدي 100 مليون، عدي 200 مليون، يقول له والله نعطيك مليون، مليونين تريد هسه، احنا هسه لازم الوصي يجي يوقع. هذا شلون ابو البنك المركزي؟ بس خلينا اقول لك، البنك المركزي مو حرامي؟ خلينا اقول لك، حرامي اللي يعطيك مبالغ ويخلي وصي؟ هذا يجب محاكمته، هذا مدير المصرف يجب محاكمته. بس هم الله قالبهم من ياخذ صاحبته ياخذ له 500 مليون بس اردفتهم، كان صاحبته مصنوعة من ذهب، مصنوعة من فضة، بس هو من ياخذ صاحبته ياخذ له 500 مليون دولار وياه، شياكل ذهب، يتعشى ذهب، اش تلبس الحبيبة ذهب، وانا ادور نعل لاستيك ما لاقي. هسه هذا يخابرني يبكي على المنحم والمليون ونص، والحبيب ياخذ له 500 مليون حتى يطلع الحبابة، هي هاي فلوس العراق؟ هو هاي كرامة العراقيين؟ هو هذا احترام العراقيين؟ او يجيك وقال لك دولته، والله ما يحلها غير دولته، ودولته ما يندل حلقه، والنوب يقول له وصل ورقه، يقول له اني ليش ودت منه ولك جربوع انت حرامي، تسمع الان ذلني اذا مرن البارحه باكر يزين شواربك عليهن، شواربك يزين عليهن بالقضاء، حتى من تطلع البيروت لو تروح جورجيا تاخذ لك نص مليار دولار وياك انت والحبيبه. امت عيونكم يا سفله يا ساقطين يا حراميه. مو بس هم استاذ نجم، هم وابنائهم وبناتهم، يعني فد عايشين عيشه ملكيه، يعني عيشه ملكيه، زواجاتهم واشياءهم ونستهم. والله ليش لا يريد يعيش ملك يا استاذ حسن؟ احنا في مشكله. هذا خليني انوه بالاخير، هذا كلامي وكلام السيد حسن موجه الى الفاسدين، الشرفاء نعرفهم احنا، وليش ما يعيش ملك؟ اللي يعيش ملك وبجبينه والله يستاهل، لكن مو تعيش ملك بفلوس الفقراء والحراميه وتمديدك على المال العام. لذلك كلكم راح تجون، كلكم تلزمون سراع القضاء في يوم من الايام، وكلكم والله العظيم حبل بايد حبل، وراح نوقف عليكم اذا الله كاتب لنا هاي الفرصه. استاذ حسن في كلمه اخيره قبل ان اختم. والله انا يعني اتوجه الى السيد رئيس الوزراء بمحاسبه المفسدين، بمحاسبه هؤلاء، ومحاسبه قتله المتظاهرين ايضا، ليكون رادع كبير جدا لمن تسول نفسه بقمع هؤلاء او سرقه هذا الشعب. هذا الشعب يستحق العيش الكريم، هذا الشعب يستحق ان يكون عظيما لانه شعب عظيم. انا اطالب دولة رئيس الوزراء أن يسيطر على كل تلك الأمور وخلق جو عام، جو من فرض النظام، فرض القانون، وحتى ولو بالقوة. القضاء يجب معاونة السيد رئيس الوزراء بالاتجاهات الصحيحة، لأنه السيد رئيس الوزراء راح يأخذ القرارات قضائيا، وراح يحتجز الإرهابيين ويحتجز المفسدين ويحتجز هؤلاء الذين أساءوا إلى هذا الشعب. الأخ الأستاذ حسن جمعة رئيس تحرير جريدة النهار، شكرا جزيلا لك أخي العزيز. قبل أن نختم يجب أن يعرف الجميع هذا الذي قلناه هو إلى كل الفاسدين الذين سرقوا العراق، تحياتنا للشرفاء في هذا البلد وفي العملية السياسية، وللفاسدين نقول نحن لكم على الطريق قاعدون. تقبلوا تحياتي، باشر نسولف في النبسة العراقية، مع السلامة.